مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم، ولقائنا بيتجدد مع حضراتكم من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي في كل مكان. هنبدأ خارج الإطار الخاص بمجموعة الأخبار اللي هنبدأ بيها هذه الحلقة، أن في خبر بنذيعه على حضراتكم لسه بشكل ودي، في اجتماعات بتجري الآن وحرص شديد جدا من فريق العمل وأسرة قناة الأهلي على التطوير، وفي اهتمام من المسؤولين ومجلس إدارة النادي والقيادات المسؤولة في إدارة القناة على الوصول لأفضل شكل ممكن في المحتوى وفي المضمون وفي كل الأمور، وفي أيضا حصرية الخدمة المقدمة على شاشة قناة الأهلي، وأن تنقل لحظة بلحظة لحضراتكم الأنشطة على مستوى كل شيء، الإنشاءات والتطوير في الأفرع المختلفة ومقر النادي سواء في الجزيرة أو أي مقر آخر من مقر النادي الأهلي، وعلى مستوى أيضا الرياضة وكواليس الرياضة داخل النادي الأهلي وفي المقام الأول كرة القدم، وفي حرص على تطوير الشاشة المحتوى والصورة وكل شيء في الفترة القادمة، وإن شاء الله تشهدوا نتائج وتكون مرضية لكل محبي النادي الأهلي، الأعضاء والمسؤولين في النادي طبعا في المقام الأول، وجماهير النادي الجمعية العمومية ومحبي النادي داخل وخارج مصر، إن شاء الله يكون المستوى وعملية التطوير اللي هتجري في الفترة الجاية تكون على قدر التطلعات وتكون مرضية لكل محبي الرياضة والإعلام الرياضي في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام، ومحبي ومتابعي قناة الأهلي بشكل خاص. وطبعا هنضيع على حضراتكم الفترة الجاية كل ما يتعلق بالتطوير والمحتوى والتغييرات في خريطة البرامج أو أي إضافات جديدة على المنتج، أي منتج أخبار النادي. طبعا العمل بيجري على قدم وساق على كافة المستويات وفي كافة الاتجاهات، في اهتمام من مجلس إدارة النادي وفي مقدمته طبعا رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بكل الأنشطة وبكل المستويات والمراحل العمرية المختلفة والقطاعات المختلفة في النادي، وعلى وجه التحديد قطاع الناشئين في النادي الأهلي. لهذا السبب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بيعقد غدا اجتماع مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين لكرة القدم في فرع النادي في مدينة نصر، ورسائل كثيرة جدا يرسلها الكابتن محمود الخطيب ويوجهها للحاضرين والمشاركين في هذا الاجتماع، التأكيد على قيمة النشء في أي رياضة في كرة القدم المصرية على وجه التحديد، وأهميتهم لمستقبل الاستثمار الرياضي وكرة القدم ومستقبل كمان اللعبة فنيا في النادي الأهلي، واللي بينعكس طبعا بالإيجاب على مستوى المنتخبات الوطنية اللي دائما أبدا بيكون نصيب الأسد فيها للنادي الأهلي في كافة الفرق وفي كافة المراحل العمرية. الجلسة بتأتي للتأكيد على أهمية هذه المرحلة، المرحلة القادمة، وتحقيق الأهداف اللي بيسعى الأهلي لإنجازها في القطاع وتنمية دور هذا القطاع والاعتماد عليه مستقبلا حتى الوصول بعناصره إلى الفريق الأول، وأنها تكون مؤثرة على كافة المستويات وكافة المشاركات اللي بياخدها النادي الأهلي أو البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي محليا ودوليا. وبتشهد الجلسة أيضا التشديد على غرس روح الفانيلا الحمراء في النشء وقيم النادي الأهلي ومبادئه، والتأكيد على ضرورة إعلاء قيم ومبادئ النادي الأهلي، وأيضا إعداد أجيال صاعدة تكون بمثابة نواة جديدة للحفاظ على أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي بتتعلم في هذه المدرسة الكبيرة المصرية والعربية والأفريقية، النادي الأهلي المصري، هذه الكوادر الناشئة والصاعدة، وإنها بالفعل تتحلى بهذه الصفات الجميلة المعروفة عن النادي الأهلي وكل المنتمين له على كافة المستويات، الرغبة في الفوز وتحقيق الانتصارات دائما، عدم الاستسلام مهما كان الموقف صعب في أي مرحلة من المراحل، احترام الكبير، البناء وتراكم الخبرات، كل القيم، الإدارة بطرق وأسس وبأسلوب مؤسسي معروف أن النادي الأهلي لا يحيد عنه على الإطلاق في كل معاملاته المرتبطة بأي أطراف داخل أو خارج مصر، واحترام المنافسين والتعامل مع الجميع في إطار اللوائح التي تضبط منظومة الرياضة وكرة القدم، كل هذه المعايير بيتم وضعها أو غرسها في النشأ عشان يكملوا المسيرة بنفس المستوى ويكونوا على قدر التطلعات المحيطة بهم كجزء من هذا الكيان الكبير والناجح النادي الأهلي. وبيسعى الكابتن الخطيب أيضا خلال الجلسة إلى التأكيد على أن أخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي تبقى دائما في المقدمة وتأتي الحسابات الخاصة بها قبل البطولات، مع الإشارة إلى أهمية تنفيذ الخطط المستقبلية وبرامج العمل اللي تم وضعها والاتفاق عليها وتحديدها، وتحديد أيضا سقف مالي وزمني لها في تمويلها وفي إعدادها وخطواتها التفصيلية والانتهاء منها وتقييم النتائج في كل مرحلة بعد مرحلة من المراحل المعلنة في هذا البرنامج أو في هذه الخطط المستقبلية واللي بينتهي العمل عليها وتنفيذها بالكامل، وبالتالي نقدر نقيم التجربة ونشوف إيه الإيجابي اللي نقدر نبني عليه ونكرره، وإيه السلبيات أو القصور اللي ممكن علاجه في الفترة القادمة أو التجارب التالية.
كارتيرون يقول مواجهة تاونشيب صعبة ونسعى لتكرار الفوز في بوتسوانا. المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يؤكد سعادته طبعا بالفوز اللي تحقق على حساب بطل بوتسوانا في المباراة السابقة في برج العرب. تأتي المباراة القادمة طبعا لتكمل في حالة الفوز إن شاء الله، وهو الهدف اللي بيخوض به النادي الأهلي هذه المباراة. الجهاز الفني واللاعبون بيخوضوا هذه المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، وبيؤكد كارتيرون هذا الأمر ويقول أنه وضع أمامه أمام الجهاز الفني واللاعبين هدف واحد من هذه المباراة رغم صعوبتها من وجهة نظره. بيقول أن أكيد المنافس لديه الرغبة في تعويض ما فاته في اللقاء السابق وهزمته بثلاثية نظيفة في المباراة السابقة في برج العرب، لكن بيقول نحن على قدر هذا التحدي، واللاعبين انهم مدركين تماما التحدي في هذه المباراه وصعوبتها، وانهم يلعبوا خارج ملعبهم وسط جماهير المنافس في ظروف مختلفه وطبعا صعبه. معروف دايما الظروف الافريقيه صعبه فيما يتعلق بطبيعه الملاعب ونوعيه ارضيه الملاعب والطقس وكل الظروف المحيطه، حتى عمليه التجهيز والترتيبات اللي بتسبق المباراه، وان كان في تفاؤل انها تسير بشكل طبعا مقبول نظرا لحفاوه الاستقبال هنا في الاسكندريه للفريق المنافس، واللي اشاد بيها هذا الفريق او بعثت الفريق المنافس بطل بوتسوانا، واللي اكد على حسن الاستقبال وانه قوبل بشكل اكثر من رائع، وبالتالي وعد المسؤولين في النادي الاهلي ووعد الكابتن سمير عدلي والجهاز الاداري والفني بالمثل وتذليل العقبات وتسهيل مهمه بعثه النادي الاهلي في اقامته وفي استعداداته وتدريباته اللي هتسبق المباراه باذن الله. وذكر ايضا المدير الفني ان الفوز على تاونشيب في المباراه المقبله سيكون بمثابه خطوه رائعه في المشوار الافريقي، يعني تثبت اقدام فريق الاهلي في دوري المجموعات او تضعه في الحسابات الخاصه بالمنافسه على صداره المجموعه، وبالتالي التاهل ان شاء الله للمراحل المقبله والمنافسه على اللقب الافريقي. وقال نسير خطوه بعد الاخرى في دوري المجموعات ولا ننشغل بالحسابات المستقبليه الا بعد ان ننتهي ونحقق الهدف في كل مباراه، بنفكر فيها كبطوله منفصله عشان نركز وعشان الفريق او الجهاز الفني لا يشتت ولا يفقد تركيزه بالتفكير في الخطوات اللي جايه، وتكون حساباته فقط بتركز تماما مع اللاعبين ومع الجهاز الفني والاداري للفريق على الحسابات الفنيه والخططيه الخاصه بالمباراه القادمه. المباراة القادمة يوم السبت القادم بتقام في الجولة الرابعة من منافسات دوري المجموعات في بطولة أفريقيا. في نفس الإطار أو نفس الاتجاه بيؤكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة الوقت ما زال مبكرا لاستكمال القائمة الأفريقية بعد قيد الثنائي مؤمن زكريا والمالي سليف كوليبالي. بيؤكد الكابتن محمد يوسف أنه ما فيش عملية استعجال لفكرة قيد باقي اللاعبين، لسه في أكتر من مكان، في مكانين شاغرين في القائمة الأفريقية، ولهذا السبب بيؤكد الكابتن محمد يوسف أنه ما فيش مشكلة وأن احنا بناخد وقتنا وبنتأنى في الاختيار علشان ياخد الجهاز الفني فرصته كاملة في عملية الدفع بكل البدائل المتاحة في المباريات القادمة الودية أو من خلال انطلاقة الدوري العام أيضا للوقوف على العناصر الأفضل لاستكمال المشوار الأفريقي أو لإضافتها، واللي الفريق أكثر احتياجا لها والجهاز الفني من وجهة نظره هيكون أكثر احتياجا لها في المباريات وفي المشوار الأفريقي. والحارس طبعا المتألق محمد الشناوي يقول جاهزون لتاونشيب والتتويج الأفريقي هدف الفريق وهدف الجهاز الفني والمسؤولين في النادي الأهلي. محمد الشناوي نجم الكرة المصرية وحارس مرمى الفريق الأول في النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بيقول إن احنا جاهزين تماما للمباراة القادمة مباراة العودة أمام تاونشيب بطل بوتسوانا على ملعبه وسط جماهيره، بيقول هذه المباراة مهمة جدا وإن هي أيضا بيتفق مع الجهاز الفني إنها بتمثل خطوة حتمية في حالة الفوز إن شاء الله وتحقيق الفوز اللي هو هدف وحيد زي ما قلنا لحضراتكم للجهاز الفني واللاعبين. بيؤكد فرص الفريق والإبقاء على فرصه في المنافسة على اللقب الأفريقي وعلى صدارة المجموعة وعلى أيضا استكمال المشوار وصولا إلى المباراة النهائية إذا ما وفق الفريق في هذه المباراة، بيفتح الطريق أو بيسهل مهمته وبيحصد نقاط تعوض ما فاته في المباريات الأولى وفي انطلاقته في دوري المجموعات. وعندنا عدد من الأخبار الأخرى أيضا المتعلقة بالفريق. عندنا الفريق طبعا كل اللاعبين مدركين لأهمية هذا اللقاء وأهمية هذا التحدي في المباراة المقبلة. اللاعبين تعاهدوا على الفوز على تاونشيب في حالة وعي كامل، بتؤكدها طبعا اجتماعات بين اللاعبين بعيدا حتى عن الجهاز الفني، كباتن الفريق، اللاعبين اللي بنقول عنهم انهم اكثر خبرة، كل واحد منهم بيقول انه قادر دايما او بنفترض فيه انه قادر واحنا على ثقة انه يقدر يقوم بدور كابتن او قائد الفريق.
هذه العناصر بيكون لها دور مهم جدا في الدفعة المعنوية اللي بيحتاجها الفريق قبل هذه المباريات المصيرية في مشواره، سواء في أي فترة حرجة بيمر بيها الفريق زي الفترة الحالية في موقفه في دوري المجموعات. عمر المباراة، حاجات مهمة جدا طبعا هنركز عليها في هذه المداخلة الهاتفية. هيكون معانا واحد من النجوم اللي حققوا تاريخ وكتبوا تاريخ من البطولات وأنجزوا الكثير مع زملائهم خلال تواجدهم داخل الملعب في فترات سابقة في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، نجمنا الكابتن مصطفى يونس. مساء الخير يا كابتن مصطفى. مساء الفل أبو حميد، ازيك؟ وتحياتي لأسرة البرنامج والقناة كلها، وبارك للإعلامي الكبير المحترم حتى لو كنا مختلفين مع بعض، خالد توحيد برئاسة نادي القناة، أكبر شعبية في تاريخ مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. بشكرك وبنسعد كبير. بنسعد بمشاركتك معنا دايما يا كابتن مصطفى، وخبراتك أكيد مهمة طبعا نستمع إليها وتقول لنا وجهة نظرك، اللاعبين محتاجين إيه في الفترة دي قبل المباراة المهمة يوم السبت المقبل أمام تاونشيب بطل بوتسوانا؟ شايف المباراة دي إزاي بعد الفوز في مباراة برج العرب؟ أولا أبو حميد عايز أقول حاجة مهمة، لم أشك لحظة إن النادي الأهلي هيتجاوز المرحلة، والماتش اللي فات ده كان مهم جدا، الثلاثة بونت، مش مهم الأداء في وقت، مش مهم الأداء، لكن اللي كان قلقني أنا شخصيا وأنا مريت بهذه التجربة كتير، إن هي جاية في فترة إعداد وبداية موسم ونهاية موسم ونهاية كأس عالم، اللعيبة مش فت 100%، لكن التعامل مع هذه المباراة بالنسبة للخواجة واللعيبة عجبتني جدا، ويمكن أكتر ما أسعدني في هذه المباراة عدم السربعة من أول المباراة، حاسس إن اللعيبة بتلعب بهدوء وعندها ثقة في نفسها وكل حاجة أي وقت، دي من العناصر الأساسية اللي أنا شفتها في الماتش اللي فات، والوقت وكل حاجة أي وقت، لكن هنا لازم أشيد بحسام البدري اللي كان مصمم على أزاره، إن هذا اللاعب كان من افضل المهاجمين اللي دخلوا النادي الاهلي بل دخلوا مصر. رؤيه حسام البدري كانت واضحه جدا، وانا كنت من اكثر المؤيدين ليه، فجاب جول ما جابوش غير نجوم كبار ولاعيبه كبار. الحته الاهم بقى حته غياب، انا جاي في العربيه وبسمع غياب فلان وغياب، مش عايز اسمي اسماء. النادي الاهلي يا جماعه، النادي الاهلي بمن حضر، اي 11 فانيلا حمراء تصنع الفارق، اي 11 فانيلا حمراء يتعمل لها مليون حساب، من اكبر فرقه لاصغر فرقه، لكن مش عايزين نقلل من لعبتنا. ده حقيقي يأدي الدور اللي كان بيعمله فلان ولا ما كانش بيعمله فلان، فلان ولا فلان ولا فلان عملوا ايه في انديتهم اللي كانوا بيلعبوا فيها وجوم النادي الاهلي؟ ما عملوش حاجه، يبقى بالنادي الاهلي الاسم الكبير بتاع النادي الاهلي. وانا مش بقول كده تعصب ان انا مصطفى يونس، لا، دي حقائق على مر التاريخ. لكن انا شايف ان هذا الرجل هيعمل تطويل جدا في الفرقه. انا برضو ابو حميد ما بحبش مين يلعب ومين الاساسي ومين الاحتياطي، اللي يتكلم في الموضوع ده بس الخواجه. الجهاز الفني ما بتفضلش مناقشه ده في وسائل الاعلام يا كابتن مصطفى؟ لا ما ينفعش، انا عشان اقول مصطفى يلعب ولا محمد يلعب لازم اعيش معاك، لازم وانا بمرنك. ما احنا عندنا حاجات في الاعلام انا لسه بنتكلم فيها لحد دلوقتي، زي بالظبط هو يلعب بطريقه 3 5 4 ولا 7 8 9 1. الكلام ده يا جماعه على الورق، لازم نثقف نفسنا، لازم نثقف نفسنا عشان نعلم جمهورنا. مش عيب ان احنا نتعلم، لكن العيب ان احنا نتمادى في الكلام اللي ملوش علاقه بكره القدم. طيب كابتن مصطفى، فرود واحد ولا فرودين؟ كلام مهم جدا، بعيدا عن حسابات طريقه اللعب اللي حضرتك قلت انها حق اصيل للمدير الفني ولجهازه المعاون، الشكل العام راضي عنه اللي ظهر عليه الفريق في المباراه السابقه؟ طبعا راضي عنه تماما. وبعدين في نقطه مهمه جدا يا ابو حميد، اللي بيفتوا في التحليل يقول لك اصله مش متجانس، اصله مش عارف ايه، الراجل السردباك اللي اول مره يلعب ماتش اهلي رسمي ده هو ما كانش متجانس مع محمد سمير، مع سمير؟ خلينا ناس واقعيين، خلينا ناس بنفهم، خلينا ناس بنتكلم في الكرة صح عشان نعلم الاجيال اللي جايه صح. انا راضي تماما عن الاداء الماتش اللي فات، ولسه انا برضو عشان ما نبقاش منافقين ولا بنقول، انا ما اقدرش احكم على الراجل دلوقتي، لكن البدايه مبشره. البدايه مبشره في ايه يا ابو حميد؟ في التغيير وتوقيت التغيير.
طيب. وركوب المباراه مره اخرى بعد التغيير. طيب كابتن مصطفى، احنا كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تبدا في مشاركتك معنا هاتفيا عن تعهد اللاعبين على ان هذه المباراه مباراه كؤوس ولا تقبل القسمه على اثنين، وان اللاعبين بيركزوا على او هدفهم الوحيد ان شاء الله هو تحقيق الفوز. هل مريتوا بتاريخكم الطويل وانجازاتكم كلاعبين نجوم كبار سواء في المنتخب او النادي الاهلي، مرت بيكم فترات بتجتمعوا حتى احيانا بعيدا عن اجتماعات الجهاز الفني معاكم، وبيكون عندكم كمجموعه نجوم اصحاب خبره في الفريق القدره على بث الروح دي في اللاعبين في زملائكم، وان وعي اللاعب وادراكه لاهميه المباراه اللي هياخدها امر مهم جدا كمان؟ مفيش شك يا ابو حميد، اللي بدع الاسلوب اللي انت بتحكي فيه حضرتك ده، احنا الجيل بتاعي، مش احنا يعني انا، لا الجيل بتاعي برئاسه او كابتنه الكابتن حسن حمدي، لان احنا بعد الفتره بتاعت 67 وكده لحد السبعينيات ابتدى الدوري العام، وابتدى التلامذه يبقوا اساتذه، وكان معانا الكابتن حسن كان مدير كابتن، وقبل الكابتن انور سلامه، وتعودنا على الحته دي. أنا عايز أقول لك كل الماتشات اللي كسبنا فيها الزمالك، ها، اللي كانت بتصنع الفرق في الدوري، كنا بنبقى خسرانين قبلها أو لاعبين قبل ماتش وحش قبله، يجمعنا الكابتن حسن أو كابتن أنور ونقعد في الجامع اللي ناحية مستشفى المعلمين بعد ما نصلي ونتكلم وبتاع. أنت قلت حتة مهمة في المقدمة بتاعتك، العبء الأول والآخر على اللاعبين. أكيد الأساس في الموضوع اللعيبه. عندك لعيبه كويسه وعندك مدرب نص لبه هتمشي، عندك لعيبه كويسه وعندك مدرب كويس وعندك اداره حكيمه زي الاداره الموجوده دلوقتي هتنجح وهتكسر الدنيا. انا شخصيا متفائل بالخواجه، متفائل باللعيبه، وبزلت بكرر وباكد هي منظومه متكامله، ما ينفعش لعيبه لوحدها واداره لوحدها واعلام لوحده، لا، الاهلي منظومه متكامله في كل شيء، ومن هنا جاي اسم وقدر وقيمه النادي الاهلي. بشكرك نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا الكابتن مصطفى يونس، بشكرك على هذه المشاركه معنا في الحوار، شكرا جزيلا لك، وبنقل طبعا بدوري تحيتك وتقديرك الى الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد توحيد، اللي اكيد اسعدنا كلنا انضمامه الى فريق العمل وقيادته للقناه في المرحله الجايه بثقه وتكليف مجلس الاداره له لتولي مهمه الاشراف على القناه او اداره القناه في هذه المرحله. وكمان بيسعدنا او بنقول لمشاهدينا ان من الاخبار اللي اسعدتنا جميعا كزملاء وفريق عمل في القناه عوده واحد من ابناء قناه النادي الاهلي اللي تالقوا مع القناه وقدموا لها الكثير في مراحل سابقه، وبيعود كمان ان شاء الله يكون اضافه لمجموعه العمل اللي موجوده، المخرج المتميز احمد البرجاوي. بالتاكيد بيسعدنا جميعا وجوده معانا، وهو زميل وصديق بنعتز طبعا بكفاءته وقدراته كمخرج متميز، وان شاء الله ينضم وانضمامه يؤثر ويضيف للمجموعه المتميزه الموجوده سواء من المخرجين او زملائنا الصحفيين في اسره الاعداد والكوادر الموجوده طبعا في اداره القناه. اللاعبين طبعا زي ما قلنا انهم تعهدوا على الفوز في هذه المباراه، وزي ما قال الكابتن مصطفى ان على مدار اجيال كان هذا الامر ادراك اللاعبين نفسهم واصحاب الخبره منهم دورهم في قياده اللاعبين وعيهم ادراكهم لاهميه كل لقاء، امر بيكون له مفعول السحر قبل المباريات الحاسمه والمهمه والمصيريه. عندنا كمان تأكيدات من كارتيرون على سعادته البالغة بتألق، وأيضا الكابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى في الفريق الأول في النادي الأهلي بتعكس تصريحاته سعادته الكبيرة شأن الجهاز الفني بأكمله والمدير الفني باتريس كارتيرون بالسباق والمنافسة الشريفة لصالح الفريق ولصالح المنتخب كمان بالتأكيد بين ثلاثي حراس المرمى في النادي الأهلي الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وإن هم متألقين وفي حالة طبعا منافسة مع صداقتهم ودعمهم لبعض، مين هيكون في الملعب، مين هيكون على دكة البدلاء، عندهم حسابات أخرى اسمها النادي الأهلي والمصلحة العامة للنادي الأهلي والشكل والمستوى الفني الأفضل للفريق اللي بتنعكس طبعا عليه أي منافسة بين أكتر من عنصر كفء وقادر على تولي المهمة في أي مركز في الملعب، خاصة حراسة المرمى اللي بتمثل طبعا قوة ضاربة في أي فريق لو كانت عناصرها متألقة وفي أفضل حالاتهم الفنية والبدنية. في إشادة من مدربهم كابتن مصطفى كمال ومن الجهاز الفني بأكمله بتركيزهم الشديد، اهتمامهم، جديتهم في التدريبات، اجتهادهم الكبير فنيا وبدنيا لاستيعاب كل تكليفات الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى، وإن هذا المستوى طبعا متفائل به الجهاز الفني هذا السباق لصالح الفريق، وإن شاء الله ينعكس على زيادة وارتفاع مستوى حراسة المرمى في الأهلي في المباريات المقبلة. والجهاز الفني يعد جميع اللاعبين بالحصول على الفرصة في توقيتها المناسب. ده مرتبط بالخبر السابق، مين هيكون أحق بالمشاركة في أي مركز؟ دايما الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي عندها
بنقول انها نعمه ونقمه في نفس الوقت، بنقول انها مهمه صعبه، ارضاء اللاعبين طبعا، توزيع الادوار بالشكل الامثل، منح الفرص للبدلاء اللي مش بيشاركوا بصفه اساسيه والاستفاده من كل اللاعبين، تجهيز العناصر اللي بتكون دايما يعني محل ثقه، حال احتياج الفريق او في حاله احتياج الجهاز الفني لها في بعض الفترات لازم يلاقي اللاعب ده جاهز وفت فنيا وبدنيا، لازم يركز عليه الجهاز الفني ويديله فرصته ويهتم بيه بالتدريبات، شانه شان اللاعب اللي بيشارك 90 دقيقه في اغلب المباريات. عشان كده بنقول ان ده تحدي بيواجه اي جهاز فني، وفي نفس الوقت ميزه انه عنده تنوع وعنده بدائل كثيره يقدر يعتمد عليها، يقدر يغير طرق اللعب بناء على وجود عناصر لها امكاناتها المختلفه، عندها فوارق فرديه بين لاعب واخر، كل لاعب له اسلوبه، له مميزاته الفنيه والبدنيه اللي بتجعله طبعا الانسب لخطه او طريقه من طرق اللعب حسب توجيهات الجهاز الفني وحسب كمان قدرات المنافس في اي مباراه محليه او دوليه. عشان كده في اجتماعات وحريص دايما على استيعاب ووعي اللاعبين لفكره المنافسه الشريفه لصالح الفريق ولصالح المستوى الفني والنتائج بشكل عام، انه الجهاز الفني بيعد اللاعبين ان هو مركز مع الكل ومهتم بكل العناصر اللي بتشارك واللي موجوده على مقاعد البدلاء، وان الكل بيحصل على فرصته اذا ما اجتهد في التدريبات وكان جاهز بالشكل اللي بيدفع الجهاز الفني للاعتماد عليه في فتره من الفترات او ربما في كل الفترات في مراحل قادمه. المنافسه دي مهمه، تركيز اللاعبين في الاستماع الى تكليفات الجهاز الفني، اجتهاد في تدريباتهم، عدم المطالبه او ازعاج الجهاز الفني، وان اللاعب اللي دايما بيكون ملتزم ومدرك لحقوقه وواجباته كلاعب محترف وما يكونش صداع في راس مدربه او في راس الجهاز الفني، ده هو النموذج الافضل واللي بنتمناه دايما في كل نجومنا ولاعبينا في النادي الاهلي. وإن شاء الله الكل يكون محل اهتمام ومتابعة جيدة جدا من الجهاز الفني للاستفادة بالجميع، وتكون في عدالة في منح الفرصة لمن يستحقها وفقا لمستواه واجتهاده في التدريبات في أي مباراة. ودي طبعا سمة الأندية الكبيرة في العالم، بيكون عندها وفرة في العناصر الجاهزة للمشاركة ووفرة في العناصر القادرة على تمثيل الفريق، وبيكون ده طبعا ميزة طبعا كبيرة جدا تنافسية على حساب المنافسين. التجهيزات والاستعدادات بدأت بالفعل لاستقبال الفريق في بوتسوانا من أجل مباراة العودة. الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اتجه بالفعل صباح اليوم، سافر إلى بوتسوانا للوقوف على الترتيبات والاستعدادات الإدارية الخاصة باستقبال الفريق وإقامته وكل ما يتعلق بالتدريب والإعداد لهذه المباراة القادمة يوم السبت المقبل، مباراة العودة أمام بطل بوتسوانا. وزي ما قلنا لحضراتكم مرة تانية بنؤكد انه كان الكابتن سمير عدلي حصل على وعد وتأكيدات من بعثة الفريق المنافس قبل مغادرتهم وبعد مباراة استاد برج العرب، انهم لقوا يعني واستحسنوا الاستقبال والمعاملة الجيدة اللي لقاها كل الأعضاء في بعثة بطل بوتسوانا تاونشيب من النادي الأهلي ومن مسؤوليه ومن الجهاز الفني واللاعبين، وجدوا كل التسهيلات وتذليل العقبات من وقت وصولهم للمواجهة في استاد برج العرب مع النادي الأهلي، وقالوا أن المعاملة ستكون بالمثل وأنها تكون في اهتمام كبير جدا، هيكون في اهتمام كبير وهتكون في تأكيدات منهم على توفير كل ما يحتاج له النادي الأهلي وتحتاج له بعثة النادي الأهلي في المباراة المقبلة، مباراة العودة أمام تاونشيب بطل بوتسوانا. وفي إشادة كمان من المسؤولين في الفريق المنافس بجهود الكابتن سمير عدلي وتأكيداتهم أنه قدر يختصر رحلة السفر إلى 10 ساعات ونصف بدلا من 19 ساعة، وهو الوقت اللي استغرقته بعثة الفريق المنافس القادمة قبل المباراة السابقة طبعا إلى القاهرة، وكانت الرحلة تخللها أكثر من فترة ترانزيت مرتين أثروا على مدة الرحلة وأطالوا أمد هذه الرحلة ووصل الوقت إلى 19 ساعة. الأهلي يصطحب الشيف الدالي في رحلة بوتسوانا في اهتمام طبعا بتقديم الوجبات المناسبة والأغذية المناسبة للمباراة، وطبعا كل ما يتعلق أحيانا ده بنشوف انه موجود مع بعثات رياضية كثيرة جدا بتسافر من بلد لآخر في فترات للمشاركة في مباراة مهمة أو في بطولة وحدث رياضي كبير بأكمله، بيكون في أحيانا تفضيل لفكرة وجود كل فريق إعداد الوجبات أو فريق إعداد الوجبات والأغذية الخاصة بالفريق، حسابات طبعا خاصة بالسعرات الحرارية، بسلامة هذه الوجبات، بكل ما يتعلق بأن الفريق يكون جزء من برنامجه الخاص بالإعداد للمباراة التغذية السليمة والمناسبة للتدريبات وفترات الراحة وكل ما يسبق المباراة، عشان يكون الفريق في أفضل حالاته من ناحية وزن اللاعبين، جاهزيتهم البدنية، حالتهم الصحية العامة، جاهزيتهم للمباراة، وأن يكون ما فيش أي أسباب أو مشكلات أو مناغصات لهم قبل المباراة ممكن تؤثر على أدائهم.
لهذا السبب الجهاز الفني الفريق الأول قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة الفريق لمواجهة بطل بوتسوانا في مباراة العودة. والأهلي طبعا هننتقل من كرة القدم لبعض اللعبات الأخرى اللي اهتمام بيها طبعا بنفس القدر وأكثر ولا يقل عن الاهتمام بكرة القدم. النادي الأهلي مهتم بكافة الفرق حتى يحصد مزيد من البطولات، وكان من الفرق اللي حققت واختتمت الموسم الماضي أو المنقضي بشكل أكثر من رائع بتحقيق أكثر من بطولة والفوز بأيضا النصيب الأكبر من البطولات سواء المحلية والقارية على صعيد الأندية في كرة السلة. كان فريق الأهلي بفوزه بالبطولة الأفريقية والقطاع الأكبر أو النسبة الأكبر من البطولات المحلية في الموسم الماضي. لهذا السبب في اهتمام من إدارة النادي، مجلس الإدارة والمسؤولين وإدارة النشاط الرياضي وكل المتابعين لفرق الرياضة بعيدا عن كرة القدم، أنه اللوجستي والمادي والتمويلي للصفقات الجديدة وتلبية رغبات الأجهزة الفنية في التعاقد مع أي عناصر من داخل أو خارج مصر ممكن تضيف طبعا فنيا وبدنيا لقدرات الفريق هذا أو ذاك، وده ممكن طبعا يؤثر بشكل إيجابي ويزيد من فرص النتائج الجيدة أو حصد مزيد من البطولات. معانا على الهاتف لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب منتخب مصر السابق الكابتن عادل عبد الرحمن، وطبعا المدير الفني لفريق الشباب في النادي الأهلي. كابتن عادل عبد الرحمن مساء الخير. أهلا يا محمد، ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بيك وبنسعد بمشاركتك معانا دايما يا كابتن عادل. انا سعيد بيك. اهلا بيك كابتن عادل. عايزين نعرف اخبار بقى وطمنا على الاجتماعات اللي بتتم مع المسؤولين في مجلس الاداره واهتمامهم بقطاع الناشئين ورؤيتك لما يمكن ان يتحقق لو اهتمينا وطبقنا كل خطط العمل اللي اتفق عليها للنهوض بقطاع الناشئين وقطاعات الشباب في النادي في الفتره الجايه. خلينا اكلمك على فرقتي بس. انا بعني فيها فرقتي الامور هي كلها في كل واحد في حدته يعني بيشتغل فيها اكيد، لكن اكلمك انا على الحته بتاعتي اللي انا مدرب فرقه اللي هي المفترض ان احنا في فرقه اللي بتغذي الفريق الاول اللي احنا مصممين ان احنا نعمل منها حاجه السنه دي كويسه والسنين الجايه لازم نبقى نعمل لها استراتيجيه كويسه ان هي تمول الفريق الاول من الناشئين. انا همسك الوصل ما بين القطاع بالنسبه للاعبين والفريق الاول. اتكلمت انا والكابتن محمد يوسف بسياسه الفريق الاول معانا كفرقه ان احنا ازاي هنطلع لاعبين، عاملين استراتيجيه كويسه جدا. الحاجه المهمه ان احنا مدركين ان النادي الاهلي باحتياج لابنائه، باحتياج لابنائه عنده باحتياج لان احنا كابتن عادل الصوت رجع مره ثانيه ما كنتش سامعك في اللحظات اللي فاتت يا كابتن عادل اتفضل. انا بتكلم على اللي احنا بنشتغل فيها ان احنا نوفر للنادي الاهلي لاعبين تسهل استقرار النادي الاهلي لشقين، الشق الاولاني الناحيه الماديه، انت عارف العالم كله في ازمه ماليه، العالم كله يعني الحاجه في الغلو، فتلاقي اللعيبه غلت، اللعيبه بقت اسعارها عاليه قوي. فاحنا ادركنا الامر ده ان احنا عاوزين نعمل حاجه للنادي الاهلي، النادي الاهلي ان احنا نوفر لاعبين من ابناء النادي الاهلي، ده الشق المادي. اما الشق الفني فاكيد ابناء النادي الاهلي اللي بيتربوا جوه قطران النادي الاهلي بتبقى في فروقات كتيره قوي بينهم وبين اللعيبه اللي بتيجي هم كبار على النادي الاهلي، لكن رغم ان اللعيبه اللي بتيجي كبار على النادي الاهلي بيتاقلموا بسرعه مع النادي، ولكن الافضل انك انت كمان تكون من ابنائك. علشان كده احنا بنوفر لهم حاجات كتير جدا. يمكن احنا اتكلمنا في اكتر من مره، لسه بادئين بقالنا يجي 15 20 يوم بادئين، احنا بادئين اعداد لفريق اول وليس اعداد لفرقه شباب. انا ما بعتبرش اللعيب اللي بقى عنده 21 سنه و20 سنه لعيب شباب، ده لازم لعب الفريق الاول ولعب قبليها بمده كبيره قوي. يمكن على الايام القادمه ان شاء الله هيتبص على اللعيبه ال 18 سنه وال 17 سنه، لان
المفترض ان لعيب الكره يبصوا له من 16 وال 17 مش من 20. طب متفائل يا كابتن عادل، يعني مش بس خبراتك، من خلال خبراتك التدريبيه كمان كنت واحد من نجوم منتخب مصر، صاحب خبرات كبيره من نجوم النادي الاهلي في فترات سابقه، بعينك بقى وبخبراتك كلاعب، هل شايف ان في عناصر مبشره ومطمئنه ممكن نشوفها قريب في الفريق الاول، ممكن تبقى اضافه ولا تقل عن الصفقات اللي طبعا زي ما حضرتك قلت بنتحمل مبالغ ضخمه جدا لانتقالها للنادي الاهلي؟ انا عايز اقول لك انه بالذات في المجال ده، انك انت كيفيه طلوع او فن ادخال اللاعب للفريق الاول ده فن لوحده، ممكن يبقى عندك لعيب كويس جدا وممكن ما استفادش منه لانك قدمته غلط او اشتغلت معاه غلط. فانا بكلمك التفاؤل طبعا احنا متفائلين جدا واحنا بنشتغل على كده، يعني احنا بنشتغل على ان احنا نطلع لعيبه متميزه للنادي، لعيبه تستحمل. انا طبعا في تفاؤل، ولكن رغم التفاؤل لا، لازم عمل، لازم عمل كبير، لازم نشتغل كتير قوي، لانه انت مش بتطلع لعيب لنادي بيلعب على ثاني ثالث رابع خامس، انت بتطلع لعيب بيلعب على اكيد دي رقم واحد، بتطلع لعيب بيبقى الهمسه والدبسه بتبقى محسوبه عليه لاعب النادي الاهلي. فانت عايز تطلع لاعب مهاريا كويس جدا، اداريا منضبط جدا، نفسيا منضبط، في توازن علشان بيلعب لنادي كتير قوي. فعلشان كده انت في شغل كتير قوي قوي قوي، يعني على سبيل المثال انت عاوز تطلع كمان لعيب مثقف في حاجات كتير جدا، في احوال كتير، ومنها انك انت ازاي تكون عارف قانون اللعبة، ازاي انت تكون. يمكن انا بكره عندي محاضره كبيره مع الكابتن سمير عثمان الحكم الدولي، عاملين محاضره للعيبه بتاعتنا لمعرفه الجديد في القانون، عشان حتى يبقى لعيب مثقف يطلع الفريق الاول يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، حتى في الناحيه التحكيميه انها الاداريه شغالين عليها كويس، او ان هو يطلع منضبط علشان يبقى عنده انضباط، علشان النادي الاهلي في ضغط عصبي بيبقى على اللعيب كتير قوي، ممكن اللعيب يعني لو ما كانش عنده انضباط ممكن يتعب. فالحاجات دي كلها لو حتى عندك لعيب كويس لازم تشتغل معاه ولازم تتعب معاه عشان تطلع لعيب متميز. انت ممكن يكون عندك لاعب كويس لكن هيطلع بنفس شكله ممكن. طيب كابتن عادل، احنا عارفين طبعا ان الامور لها تسلسل وان في تنسيق بينك وبين الجهاز الفني للفريق الاول، ووصولا للجنة الكرة اللي بتفصل في امور كثيرة جدا وبتقيم اي لاعب ممكن ياخد فرصته مع الفريق الاول في الفترة الجاية ويتم الدفع بيه. لكن من وجهة نظر الكابتن عادل عبد الرحمن فنيا، لو طلبنا منك سبق القناة الاهلي، تتوقع من تقييمك الفني وخبراتك يا كابتن عادل انه عندنا كام لاعب ممكن نشوفه الموسم القادم، مش الموسم اللي بيبدا ده بدا بالفعل تقريبا، بنتكلم عن السنه الجايه ان شاء الله، تقييمك بيقول ان ممكن جمهور الاهلي يفاجئ بكم عنصر يضعوا اقدامهم بشكل شبه ثابت مع الفريق الاول ويبداوا يبقوا اضافه تدريجيه في الفريق؟ ان شاء الله احنا بنشتغل، عاوزين كم كتير، احنا عاوزين نطلع لعيبه عدد كتير قوي، ولكن سمات وصفات الفريق الكبير ده النادي الاهلي انه ما يعني مش هيقدر يدفع بناس كتير لان اكيد بتلعب على بطوله دايما. فان شاء الله عندنا في القطاع ناس لعيبه كويسه جدا ومدربين كويسين ان شاء الله بالتسلسل كده، عندنا ثلاث اربع لعيبه ممكن نديهم هديه او للفريق الاول السنه الجايه، ممكن يدفعوهم بطريقه معينه بحيث ان هم يجيدوا، لكن انا بتمنى ان هم يبقوا كتير، ولكن هنشتغل على لان انت الكواليتي بتاع فرقه النادي الاهلي سيبك من القطاع وبس، لا انت عايز كواليتي بيلعب في كاس عالم للانديه، بيلعب في بطوله افريقيا، بيلعب في دوري ممتاز قوي، فانت عاوز واحد يدخل سريعا. فالمتميزين ان شاء الله يعني هنقول لكم عليهم مع الخطوات اللي جايه باذن الله. بإذن الله موفقين في برامج العمل الخاصة بقطاع الشباب أو فريق الشباب في النادي الأهلي، ويعني توفقوا في مهمتكم اللي أشرت لها الآن كابتن عادل عبد الرحمن بأنكم تكونوا همزة وصل ناجحة بين عناصر الأقرب في السن لمرحلة الشباب من قطاع الناشئين، وتكونوا قادرين على صقل موهبتها بأفضل شكل ممكن يقربها من فرصة المشاركة مع الفريق الأول في النادي الأهلي والمنافسات على مستوى الدوري الممتاز أو بطولات الأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي محليا وأفريقيا ودوليا. شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمن.
مهم اللي قاله كابتن عادل، وبيطمن حضراتكم او بيقول حسب توقعاته وتقييمه الفني ان في من 3 إلى 4 لاعبين ان شاء الله الموسم القادم ممكن يبداوا يدخلوا بشكل تدريجي مع الفريق الاول ويجدوا فرصتهم، انه على حسابات او التقييم الفني اللي اعلن عنه كابتن عادل عبد الرحمن انه متوقع انه 4 لاعبين ممكن يعني يحصلوا على ثقة الجهاز الفني للفريق الأول، وأنهم قريبين في المستوى أو هيكونوا جاهزين في الموسم القادم إن شاء الله ليكونوا إضافة كبيرة للفريق الأول ويبدأوا ياخدوا فرصتهم مع زملائهم كم طبعا النجوم الكبار اللي موجودين في النادي الأهلي. وإحنا طبعا متفقين تماما مع كابتن عادل في أنه عملية الإحلال والتجديد والتبديل في صفوف أي فريق زي النادي الأهلي وبمواصفات النادي الأهلي وحرصه دايما على الحصول على أي لقب أو أي منافسة بيشارك فيها، ده بيصعب مهمة دايما دخول عناصر جديدة وبتكون في أضيق نطاق أو بحسابات دقيقة جدا. خلونا نشوف هذا التقرير مع حضراتكم ونعود بعد متابعة هذا التقرير لاستكمال مجموعة الأخبار، وطبعا الخبر اللي كنا بدأنا فيه منذ قليل خلونا نعلن تفاصيله لحضراتكم بعد متابعة التقرير التالي. الأرقام، وليد أزارو طبعا بالأرقام وبعدد الأهداف هو أفضل مهاجم في الدوري المصري في الموسم الماضي، بس كمان المتابعين لأداء وليد أزارو أعتقد أن الكل رغم أن بعض الناس انتقدوه في البداية قالوا بيضيع بعض الفرص، في فرص سهلة مش بيحرز منها أهداف، في النهاية وليد أزارو حتى تحليل أدائه تحركاته في الملعب أكتر من طريقة بيحرز بيها الأهداف سواء بالدريبلينج أو المراوغة أو التحكم في الكرة بشكل مقبول جدا مهاريا إلى الضغط على الحراس أو المدافعين في الفريق المنافس زي ما شفنا خلال التقرير بعض الأهداف اللي أحرزها بهذا الشكل، حركته دؤوبة جدا مزعج جدا لخط الدفاع في الفريق المنافس. كمان وليد أزارو بيحرز أهداف كتير جدا من لمسة واحدة، يعني هو هداف بكل الطرق المعروفة عن المهاجمين وله أكتر من ستايل أو أكتر من أسلوب بيجمع بين أكتر من طريقة من طرق المهاجمين، أحيانا بيبقى مهاجم متألق ومعروف ومطلوب تسويقيا وتعاقديا وهو عنده ميزة واحدة من المميزات اللي بنشوفها في وليد أزارو. أعتقد أنها خطوة موفقة جدا لمجلس الإدارة ولجنة الكرة في النادي الأهلي في هذا التوقيت، واللاعب نفسه كمان حساباته أعتقد أنها كانت موفقة في أنه يصل لصيغة جيدة انتهى إليها مجلس الإدارة ولجنة الكرة مع اللاعب في هذه المرحلة على أن يبقى مع النادي الأهلي في الفترة دي وأنه لا ينتقل لأي نادي آخر وإرجاء فكرة احترافه خارج مصر. إن شاء الله وليد أزارو هيكون له شأن كبير في عالم كرة القدم، ولو استمر بنفس القوة وجوده مع النادي الأهلي ومع مجموعة النجوم الموجودين في الفريق مع طموحات وتطلعات الجماهير والمسؤولين في النادي وأعضاء النادي في كل مكان عن فريق الكرة ونتائجه محليا وأفريقيا تجعل الجميع تمسك بكل العناصر المؤثرة في الفريق في الفترة دي بل ويضيف لها ومنها بالتأكيد وليد أزارو. خلونا نشوف وإن شاء الله مستقبلا يكون له تجربة ناجحة جدا ومن النادي الأهلي تكون انطلاقته إلى الكرة العالمية وإلى دوريات أكثر تقدما في العالم ويكون عنصر مؤثر مع واحد من الأندية الشهيرة في العالم مستقبلا، عنده القدرات المبشرة اللي ممكن تمكنه من تحقيق هذا الهدف وما زال عمره صغير كمان كلاعب ويقدر يحقق ده إن شاء الله في الفترة المقبلة. خلونا نشوف مع حضراتكم آراء الجماهير وتعليقات على مستوى وأداء وأهداف وليد أزارو. وليد أزارو هو مستواه عالي الفترة اللي فاتت بشكل ملحوظ، الماتش الأخراني بالذات بان فيه ان هو لا يعني بقى بيصنع بقى بيجري يستلم كويس بيعرف يتحرك كويس بدون كورة. الأول كان فيه طبعا كومنتات كتير عليه في الفترة الأولانية بس لا يعني مستواه اختلف تماما ونتمنى انه يفضل يستمر بالأسلوب ده، وكويس ان هو استمر مع النادي الأهلي ما مشيش، يعني ان هو مهاجم عالمي وان هو يعني مفيش مهاجم في مصر زيه، سريع وبيعرف يخطف وبيعرف يفتح مساحات كويس. هو مهاجم كويس جدا طبعا وكمان خد الهداف الموسم اللي فات، فانا شايف ان هو يكمل طبعا، والماتش الاخير برده كان عامل اداء حلو جدا يعني. لا هو لعيب اثبت وجوده صراحه في النادي الاهلي رقم واحد دلوقتي يعني. والله هو في الفتره الاخيره كان مهاجم ابتدى ثبت موهبته في الفتره الاخيره، بس في اول ما في النادي كان جابه كان خد فتره طويله قبل ما تاقلم مع الفريق، بس دلوقتي اثبت كفاءه ويتمنى انه يستمر مع النادي. ومن وليد أزارو والصفقات الموفقة طبعا اللي نجح النادي الأهلي فيه
انهائها في الفتره اللي فاتت وبتضيف لقدرات اي فريق من فرق الرياضه في النادي الاهلي وبشكل خاص فريق كره القدم. هنعود لكره السله. خبر كنا اتكلمنا او بدانا فيه مع حضراتكم منذ قليل وقبل ما يشارك معنا الكابتن عادل عبد الرحمن هاتفيا. الاهلي بيتعاقد مع كوينتون دوجت لدعم فريق السله بعد النتائج اللي اشرنا منذ قليل الى ان فريق السله كان موفق جدا وحققها وكانت مرضيه لطموحات مجلس الاداره، المسؤولين في النادي، جماهير النادي الاهلي وجماهير كره السله في النادي الاهلي بشكل خاص وتالق الفريق. ده كان دافع اكبر لتوفير كل الدعم الفني والمالي للفريق واعطاء الفريق الفرصه او الجهاز الفني لاختيار كل العناصر اللي ممكن يحتاج اليها في الفتره الجايه، سواء بانتقالات تمت فعلا من بعض الانديه الاخرى داخل مصر او بتعاقدات مع بعض اللاعبين من خارج مصر زي اللاعب الامريكي كوينتون دوجت. وقع بالفعل على عقود انضمامه للنادي الاهلي لمده موسم واحد لدعم الفريق الاول لكره السله بالنادي خلال الموسم الجديد. التعاقد جاء مع اللاعب بعدما قام الجهاز الفني بقياده كابتن طارق خيري المدير الفني بدراسه العديد من السير الذاتيه لعدد من اللاعبين الاجانب اللي كان متاح في هذا الوقت في فرصه للتعاقد معاهم، اللي ابدوا رغبه عن طريق مدراءهم او وكلائهم للتعاقد مع النادي الاهلي او تواصل معهم النادي الاهلي واتصل بيهم لرغبته او ابداء رغبته في التعاقد معاهم بعد متابعتهم في الدوريات اللي بيشاركوا فيها. تم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للاهلي، توافقت طبعا رغبه اللاعب مع رغبه الجهاز الفني في الاهلي لانضمامه والاستفاده بقدراته وخدماته مع الفريق في الفتره الجايه، خاصه انه بيملك مقومات مميزه جدا وفقا لرؤيه الجهاز الفني وسبق له اللعب في المنطقه العربيه. من المنتظر ان يصل دوجت الى القاهره مطلع شهر سبتمبر القادم للانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وهو من مواليد 24 فبراير عام 90، يبلغ طوله 2 متر و6 سنتيمتر ووزنه 100 كيلو جرام وبيلعب في مركزي 4 و5، في مركز 4 ومركز 5 في الملعب، وبيملك تجارب احترافية في عدد من الدول. وبيؤكد الكابتن طارق خيري المدير الفني ان معدل النقاط اللي بيسجلها هذا اللاعب في المباريات بيتراوح بين 30 الى 40 نقطة في المباراة الواحدة، وسبق له اللعب في البحرين والعراق وفيتنام وغيرها من الدوريات القوية. يذكر ان الفريق تعاقد ايضا مع الرباعي رامي جنيدي وحاتم البحيري ومصطفى مشعل واحمد برغوتا استعدادا للموسم الجديد. وطبعا ما استمعنا اليه من رؤيه فنيه من الجهاز الفني، عناصر الجهاز الفني للفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي بتؤكد ان الفريق كمان هيكون له شان افضل حسب توقعاتهم وتقديراتهم الفنيه من الموسم الماضي اللي كان ناجح وموفق بالفعل، لانهم شايفين ان العناصر اللي انضمت سواء اللاعب الامريكي او الاربع اسماء من اللاعبين المصريين اللي اشرنا اليهم الان وانتقلوا للنادي الاهلي هيكونوا اضافه قويه جدا للفريق ولقدراته في الملعب، وهتدي له هذه التعاقدات ميزه تنافسيه كبيره في مبارياته ومنافساته القادمه ان شاء الله. يد الاهلي يشارك في بطوله القاسمي بالامارات، يد الاهلي الفريق الاول كره اليد رجال في الاهلي يشارك في بطوله الشيخ محمد بن خالد القاسمي البطولة الدولية السابعة واللي بتقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 26 من أغسطس المقبل وحتى 7 من سبتمبر القادم. وافق المكتب التنفيذي على المشاركة في البطولة بعد تلقي الدعوة من نادي الشرق الرياضي، خاصة أنها بتمثل احتكاك قوي ومنافسة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وبيخوض الفريق تدريبات مكثفة بعد بدء فترة الإعداد استعدادا لمسابقة الدوري وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. زي ما قلنا لحضراتكم الاهتمام بيجري بشكل متوازي في كافة الاتجاهات. معنا على الهاتف الكابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة رجال في النادي الأهلي الفريق الأول في لكرة السلة في النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن طارق. كابتن طارق مساء الخير. اهلا بيك وسعداء بمشاركتك معنا يا كابتن طارق، وعايزين نتعرف على رؤيتك، رؤيه حضرتك للموسم الجديد وتقييمك لمدى الاستفاده ان شاء الله او التاثير اللي بتتوقعه فنيا على الفريق من انضمام الصفقات الجديده سواء الرباعي المصري او اللاعب الامريكي. لا ان شاء الله احنا عملنا صفقات جديده للموسم الجديد او دعمنا الفرقه باربع لعيبه. اتمنى ان شاء الله يكونوا هم قد مسؤوليه وقد الفانيلا الحمراء ويبقوا اضافه لينا للفرقه. دايما بكرر الكلام دوت، انا الحمد لله رب العالمين الفرقه اللي عندي فرقه كويسه والتدعيم اللي جاي يكمل على اللي موجود. عشان برضو ما نمسكش حق الناس اللي موجوده بقى لها ثلاث سنين دي محققين لحد دلوقتي 5 بطولات من 9،
لازم يبقى برضه لاقين حقوق او نفس حقوق ان شاء الله يبقى اضافه لينا للموسم. انتقالنا اليوم جه على حسب احتياجنا للبوزيشن، جايبين اكتر من بوزيشن من الاربع لعيبه. بالنسبه للمحترف احنا بقالنا شهر وشويه بندور على محترفين، بنستقر وبعدين الموضوع بتختلف ماليا او العروض اللي بتجيله ارقام ابعد من عندنا بكتير فبتجيله من حساباتنا، فبنقعد فتره طويله قوي. اللي احنا خسرناه دوت كان جانا من فتره مش قليله، اكتر من شهر ونص، كان في كلام عليه، حد كان عرض علينا من الايجنت، هو عجبنا بس برضو بندور على اكتر من واحد. احنا جانا حوالي 50. ايه مميزاته في المباريات اللي تابعتها او اشرطه المباريات اللي تابعتها لتقييم مستواه يا كابتن طارق؟ ايه اللي بيميز اللاعب الامريكي الجديد المنضم للفريق؟ حاجتين والله، هو راكب على شغلنا. انا عندي احساس ان هو راكب على السيستم الهجومي بتاعنا، السيستم الجماعي، زائد ان هو كانديفيدوال كسكورر، هو راجل سكور بيقدر يجيب سكور، ودي مهمه قوي ان اللعيب يجي برضه المحترف ده يبقى اضافه داخل، او زي ما بيسموها كده بالبلدي، ان يبقى داخل لك لعيب انت ضامن ان في سكور معين معاه بتضمنه على مدار الجيم. ده واحد. الجزء الثاني الجزء الجماعي، يقدر يشتغل في سيستم جماعي، بيبان بقى من الماتشات اللي بيلعبها، الاسيست بتاعه انه بيلعب تو مان زي هو والراجل الدريبلر، يعني دي حاجات بنتفرج عليها مع الماتشات بنقطعها وبعدين نبدا نقيمها. الحاجه الاهم واللي خلتنا ناخد فيه قرار ان مدربين كتير قوي في الدوريات اللي لعب فيها في الوطن العربي كلهم بيشكروا فيه، دي برضو حاجه ملفته. يعني لما تلاقي مثلا رجعتوا للريفرنسز بتاعه اللاعب في اجهزه فنيه كان تحت قيادته، يعني احنا بنتفرج على هايلايت وبعدين نتفرج على ماتشات وبعدين نتفرج نسال بقى عليه في الدوله اللي لعب فيها اخر سنتين. يعني مثلا سالنا عليه في قطر 6 مدربين مصريين هناك اللي كانوا ماسكينه واللي كانوا بيلعبوا ضده الناس شكرت فيه. اللي بيتفرجوا على الدوريات نفس القصه. حتى الموسم اللي فات لعب في البحرين، فبرضه ناس كتير قوي بيشكروا، ودي برضه حاجه ملفته ان 5-6 مدربين يقولوا نفس الكلام على نفس الشخص، بتبقى حاجه برضه تخليك انت صح او انت الاختيار موفق. دي كانت مهمه. الحاجه الاخيره ان انا بيجي لي لعيبه كتير قوي وممكن تبقى بتلعب في دوريات اعلى، انا عاملين حاجه كده ان انا اللعيب اللي انا خلاص ده مرتاح له نفسيا او شايف ان هو اللي احنا خسرناه دوت ده حطه كده في بلان لوحده، واي حد بيعجبني بحط الاثنين جنب بعض على 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 اثنين لابتوب واقعد اتفرج على الاثنين بعد ما نقطع، احس ان انا ميال ناحيه دي، كل ما الاقي حد كويس اقارنه بيه. هي دي الفتره اللي طولنا فيها لحد ما استقرينا عليها، لحد ما تاخد وقتك في التاكد من صحه قرارك ان ده افضل اختيار. بالظبط. طيب كابتن طارق، بصراحه اولا شيء جميل ومحترم جدا حضرتك بدات كلامك بالشكر والتقدير لنجوم الفريق وما انجزوه في المواسم السابقه، وان اللي جاي يكمل على مجموعه اصحاب كفاءات عاليه جدا. هل دي بتبقى مهمه صعبه امام الجهاز الفني مع وجود نجوم جدد وصفقات جديده سواء لاعب مصري او اجنبي منضم للفريق؟ ازاي تعمل حاله التجانس وتوصل التناغم بين الفريق باسرع شكل لما يرضي الجهاز الفني؟ ما حسيتهاش لحد دلوقتي في الوضع الحالي، لان احنا اولا كل اللعيبه اللي بتيجي تقريبا انا وشريف واسلام علي ومعانا دلوقتي احمد الجناح قريبين جدا من اللعيبه اذا كانوا صغيرين او كبار. احنا مش بعيد قوي عن الشريحه بتاعه اللعيبه، ان انت مدرب قاعد في حته واللعيب قاعد في حته. احنا تقريبا اللعيبه كلنا اصحاب وبنقعد في مدرجات وبنقعد نتكلم، فاحنا قريبين جدا من اللعيبه، فالحته دي مش بعيده. الجزء الفني احنا بيدوب بسرعه، لان احنا السيستم بتاعنا مش صعب، مش معقد، حاجات كلها انديفيدوال، يعني حاجات كلها سيستم جماعي بيقلب على موضوع جزء منه فري، بس فري فرول، يعني بعد السكرين بول مثلا الناس هتعمل روتيشن تروح فين، فالموضوع انت بتعمل له دريلات كتير قوي فبيحصل التفاعل. انا ما حسيتهاش لحد دلوقتي. حتى المحترفين اللي جم في بطوله افريقيا هم جم حوالي 20، المفروض دي اصعب حاجه، اصعب وفي الفتره القليله دي. الصوت بس بعد شويه، انا مش سامعك بوضوح يا كابتن طارق. انا لحد دلوقتي انا ما حسيتهاش. انا كده سامعك بوضوح، اتفضل. يعني انا حتى الان انا بقول لك
حتى المحترفين اللي جم في بطولة أفريقيا جم فترة قريبة جدا مش بعيد، مش هيقعدوا معايا سنة، اندمجوا في الفرقة في في المدى الزمني القصير جدا، فترة البطولة بس لحد دلوقتي ما حسيتها يعني ان حد يجي جديد. طيب كابتن طارق، ما فيش حد في الدنيا جهاز فني لأي فريق في أي رياضة في العالم يقدر يقول أتوقع أو قاعد بنتائج، لكن بالفعل عليكم مسؤولية لأنكم أنجزتوا الكثير الموسم الماضي، كنتوا موفقين وده كان موسم حافل بالنتائج الجيدة والبطولات، فده بيفرض عليكم مسؤولية أنكم تحققوا نفس المستوى وأكثر. كابتن طارق، إلى أي مدى تتوقع أن يكون المستوى الفني أفضل في الموسم الجديد بعيدا عن النتائج؟ هرجع للإضافات، الإضافات اللي اتضافت الحمد لله رب العالمين تقدر تخلينا ننافس بقوة على كل اللي جاي، وإن شاء الله إن شاء الله يبقى نكلم عمر يبقى احنا موفقين السنة دي ان احنا نعمل حاجة أحسن من السنة اللي فاتت. الحاجة الأهم إن هو الضغط ده موجود، بتكسب أو بتخسر، لأن النادي الأهلي لا يقبل إلا إنك تكسب، يعني دايما حسابات مجالس الإدارات والمديرين الفنيين بالنتائج، فبرضه أنت كده كده الأهلي لا يقبل بالمركز الأول، فأنت محطوط في دايما في الهيدك ده، أو في دايما اللعيبة عارفة الكلام ده إن النادي الأهلي لا يقبل المركز الأول، تاني مركز ملوش مكافأة، ملوش قيمة، هتتحاسب حتى مدربين أو لعيبة، فدي يعني اللي داخل حتى جوه الفرقة عارف النادي الاهلي هو داخل في حته مفيش حاجه اسمها تخسر او تبقى في جيم مش موفق او الجمهور موجود متواجد دايما ورا ظهرك، اذا كنت كويس هيشكر فيه، اذا كنت وحش هتلاقيه فوقيك، فلا دي موجوده من غير ما نتكلم فيها بحكم ان النادي الاهلي كده. بشكرك جدا المشاركه معنا في الحوار كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، وان شاء الله تكونوا موفقين وتكون اختياراتكم لها انعكاساتها الايجابيه وتاثيرها الايجابي على النتائج وعلى اداء الفريق ومستواه الفني والبدني في المسابقات اللي هياخدها سواء المحليه او الدوليه ان شاء الله، ونشوف كمان موسم في نتائج وفي بطولات اكثر من الموسم الماضي. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق. عندنا نجاحات في وإنجازات في النادي الأهلي كما اعتدنا دايما في رياضات مختلفة. دانا جمال أبو حباجة لاعبة التنس الأرضي في النادي الأهلي فازت ببطولة سبورتينج بعد تغلبها على لاعبة الصيد هالة أحمد في المباراة النهائية لمرحلة عمومي سيدات، وقدمت لاعبة الأهلي أداء قوي خلال مشوارها في البطولة وكل المباريات اللي خاضتها خلال هذه البطولة، واستمرت فعالياتها حتى 29 أو بتستمر حتى 29 من يوليو الجاري، وجاء تتويج اللاعبة باللقب عن جدارة رغم صعوبة المنافسة بين جميع المشاركات وارتفاع المستوى الفني للمتنافسات أو المشاركات في هذه البطولة. والكابتن مرجان بيهنئ سباح الأهلي بعد الأرقام القياسية في ألمانيا. محمد سامي ميشو سباح النادي الأهلي حقق ثلاثية أرقام قياسية في بطولة ألمانيا الدولية المقامة حاليا في برلين بمشاركة العديد من السباحين المتميزين على مستوى العالم ومن دول وقارات مختلفة، وجاءت الأرقام التي حققها سباح الأهلي كالتالي. في سباق 50 متر ظهر حصد ميشو المركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية محققا رقم مصري جديد قدره 25.1 ثانية. وفي سباق 100 متر حرة جاء سباح الأهلي في المركز الثاني وتوج بالميدالية الفضية برقم قدره 48.93 ثانية ليصبح أول سباح مصري يكسر حاجز 49 ثانية. في سباق 200 متر متنوع جاء سامي ميشو في المركز الثاني وتوج بالفضة أيضا وحقق رقم مصري جديد هو 21.5 ثانية. وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على تهنئة سباح الأهلي، وطبعا نقل له تهنئة مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بهذا الإنجاز بعد التفوق الكبير اللاعب سباحنا في بطولة ألمانيا، وأكد المدير التنفيذي على دعم الإدارة لكافة اللعبات الرياضية المختلفة وفي مقدمتها لعبة السباحة اللي بتحظى طبعا باهتمام كبير من المسؤولين وداخل النادي بوجه عام. فاصل ونعود. أهلا بحضراتكم مرة ثانية، لسه معاكم خلال الأهلي في كل مكان. تحديد موعد مباراتي السوبر المصري السعودي، ترتيبات بتجري بين الاتحادين اتحاد الكرة المصري ونظيره السعودي والترتيبات لهذين اللقائين.
عقد مسؤولون في الاتحاد المصري والسعودي اجتماع خاص اليوم الأحد في القاهرة لوضع الترتيبات وتحديد المواعيد الخاصة بالمباراتين. المباراة الأولى اللي اتفق على موعدها هتكون بين بطلي الكأس في البلدين بين الزمالك واتحاد جدة، وتم تحديد مبدئيا يوم 6 نوفمبر المقبل في القاهرة لهذه المباراة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما تقام أيضا المواعيد الأولية اللي تمت الإشارة إليها في المباراة الثانية، مباراة بطلي الدوري في البلدين الأهلي والهلال يوم 8 نوفمبر المقبل في الرياض على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. في نفس الإطار الخبر ده مرتبط بالخبر السابق، الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يقول أنه الزمالك موافقة الأهلي والزمالك شرط إقامة السوبر المصري السعودي في نوفمبر، وأنه تتم الآن وفقا أو نقلا عن الكابتن عامر حسين مخاطبة المسؤولين في ناديي الأهلي والزمالك وأيضا نادي اتحاد جدة ونادي الهلال في السعودية، وكل الترتيبات مع الأندية سواء عن طريق الاتحاد السعودي اللي بيخاطب ممثلي طبعا الكرة السعودية في المباريات دي في مباراة السوبر الخاصة ببطل الكأس أو بطل الدوري من الجانب السعودي، ومن الجانب المصري أيضا بتتم مخاطبة المسؤولين في ناديي الأهلي والزمالك اللي هيمثلوا الكرة المصرية في هذه المباريات مع أبطال السعودية سواء على بطولة أبطال الكأس أو بطولة أبطال الدوري السوبر لبطلي الدوري أو بطلي الكأس في البلدين، وأنه طبعا الاتفاق بيجري أو يشترط موافقة كافة الأطراف على الترتيبات الخاصة بمواعيد ومكان إقامة واستضافة كل مباراة والمواعيد الخاصة بها وفقا لأجندة كل نادي وارتباطاته سواء محليا أو دوليا. وفي إشارات لسه مسلسل البحث عن خليل وزيتش عن مدير فني جديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه في غموض حول موقف خليل وزيتش من تدريب منتخب مصر. محتوى هذا الخبر بيقول أن الكابتن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يميل إلى متوسط أعمار أقل من خليل وزيتش اللي وصل إلى 66 عام عمره، وهو المدير الفني السابق لأكثر من منتخب مثل الجزائر واليابان ليتولى المهمة خلفا لهكتور كوبر. وفي كمان تأكيدات في محتوى هذا الخبر أن الأرقام اللي طلب الحصول عليها خليل وزيتش مبالغ فيها بتتجاوز $200,000، وأنه لم يقبل المفاوضات من أجل تخفيض هذا الرقم ل $150,000 أو $160,000 شهريا. وأهلي طرابلس يتعاقد مع مدافع جزائري. الخبر محتواه بيقول أنه تم الاتفاق بين أو التعاقد بشكل نهائي بين أهلي طرابلس الليبي والتعاقد مع المدافع الجزائري علي عبد العزيز بشكل رسمي لمدة موسم في صفقة انتقال حر. جماهير الأهلي السعودية غاضبة بسبب تأشيرة اللاعب السوري عمر السومة التي لم يحصل عليها حتى الآن، وبالتالي لم يشارك في معسكر الفريق السعودي ومعسكر الإعداد في النمسا. وفي إجراءات من المسؤولين في النادي لاستعجال أو إنهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على إذن الدخول أو تأشيرة دخول البلاد للمشاركة في المعسكر الأوروبي لفريقه في النمسا. والمغرب تستضيف السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم إقامة مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية يوم 12 من أغسطس المقبل في مدينة طنجة المغربية، والاستاد اللي بيستضيف هذه المباراة سعته الجماهيرية بيستوعب 45,000 مشجع أو متفرج، وتم افتتاحه بمشاركة إسبانية أيضا بمشاركة أتلتيكو مدريد في عام 2011. فخور بوجودي في أفضل نادي في العالم، فينيسيوس يقول البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد المنضم حديثا يقول سعادتي لا توصف بالتوقيع مع النادي الملكي ووجودي ضمن أقوى فريق في العالم من وجهة نظره. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن استعداد الفرق الأردنية لانطلاق الموسم الكروي هناك. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا الاتصال مع الأستاذ صالح الراشد رئيس تحرير صحيفة الملاعب الأردنية. أستاذ صالح أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ومساء الخير لكم، مساء الخير لجميع السادة المشاهدين. سعداء بمشاركة حضرتك معنا. يريد حضرتك تكلمنا عن تجربة انطلاق الموسم الجديد والاستعدادات للموسم الكروي المقبل في الأردن، وأيضا النادي الأهلي الأردني. احنا دايما بنبحث في تجارب حملت اسم النادي الأهلي العريق، النادي الأهلي المصري بعرقته وتاريخه ونجاحاته الكبيرة في عدد من الدول العربية الشقيقة. عايزين نتكلم عن كل الأمور، كرة القدم بشكل عام والنادي الأهلي الأردني بشكل خاص. بداية سنتحدث عن النادي الأهلي الذي يمر هذه الأيام بموقف حزين وحالة حزن عامة أصابت النادي بعد أن انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس النادي الحالي وهو معالي وزير الشباب والرياضة الأسبق سعيد شقم
توفى يوم الخميس، وبالتالي كان النادي الأهلي حزين لهذا الموقف، فتقبل التعازي في النادي الأهلي لهذا المصاب الجلل. النادي الأهلي الأردني هو من الأندية المعروفة وصاحب تاريخ وعراق، وبل ربما يكون من الأندية التي أسست مبكرا في الأردن، نتحدث عن عام 1942، وله العديد من النشاطات الرياضية في كرة القدم والسلة والطائرة واليد، بل أنه يعتبر من أبرز الفرق في الأردن في لعبتي كرة السلة واليد. أما في كرة القدم فالنادي الأهلي يملك تاريخ كبير، ولكن في السنوات الأخيرة يبدو أن الاحتراف عندما دخل الأردن قد أثر كثيرا على الأندية، وأصبح من ينافس على اللقب هو ذلك النادي الذي يمتلك المال الكافي والوافي لشراء اللاعبين المحترفين، وبالتالي أصبح النادي الأهلي مصنع للاعبين. فوجدناه في خلال فترة الانتقال الشتوي في العام الماضي والصيف في العام الحالي قام ببيع أبرز 3 لاعبين في الفريق، نتحدث عن محمود مرضي لفريق الفيصلي، ونتحدث عن يزن ثلجي وعبيد السمارنة اللذين باعهما إلى فريق الوحدات. ويزن ثلجي يعتبر حاليا اللاعب رقم 1 في الأردن، وساهم في فوز الوحدات في بطولة الدوري. أستاذ صالح، كم نادي تتوقع، يعني عدد الأندية اللي بتتوقع أن المنافسة تكون بينها على كل الألقاب الكروية في الأردن هذا الموسم؟ كم نادي ممكن يدخل في حسابات المنافسة وفقا لتقديراتك؟ يعني في ظل التعاقدات التي تم إبرامها هناك 4 أندية ستكون جاهزة للمنافسة وبقوة على اللقب. نتحدث عن الوحدات حامل اللقب الذي يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر ويملك المدرسة الكروية الأكبر في الأردن، والذي لديه عدد كبير من اللاعبين الشباب، إضافة إلى إبرامه مجموعة من العقود استطاعت أن تجعل فريق الوحدات ربما يكون جاهزا إذا ما نجح في استقطاب قلب دفاع جديد، وهي الثغرة التي يعاني منها بعد أن فقد قلبي دفاع طارق خطاب بالسلمية الكويتي ومحمد مصطفى للشباب الأردن. الفريق الآخر الذي جهز فريقا كاملا في هذا الموسم هو فريق شباب الأردن، الذي استفاد ماليا من بيعه لاعبه موسى التعمري إلى فريق أبوير القبرصي مقابل حوالي 1,000,000 دينار. استغل هذا المبلغ في تعاقدات ضخمة، فاستقطب الحارس الأول في الأردن عامر شفير وحارس مرمى الوحدات ومحمد مصطفى قلب الوحدات، إضافة إلى أنه أبرم تعاقدات مع 3 محترفين على سوية عالية من نيجيريا، وتعاقد أيضا مع مدرب برتغالي، وبالتالي الفريق أصبح يستعد بطريقة جدية للمنافسة على جميع الألقاب. الفريق الثالث هو فريق الفيصل، وهو فريق تعرفونه في مصر جيدا، خاض في الموسم الماضي بطولة دوري أبطال الأندية العربية هناك، ويمتلك نفس اللاعبين إضافة إلى تعزيز صفوفه بأحد أبرز لاعبي الوحدات في الموسم الماضي وهو الظهير الأيمن إحسان حداد، وأصبح فريق الفيصل أيضا متكاملا. الفريق الرابع الذي له صولات وجولات في الكرة الأردنية منذ عامين هو فريق الجزيرة، والذي يستعد لخوض الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الآسيوي، وبالتالي هذه الفرق الأربعة أبرمت تعاقدات كافية ولديها من النجوم الكثير، وتستطيع أن تغير أو تتلاعب في ألقاب الدوري القادم. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في الحوار، الناقد الرياضي الأردني البارز الأستاذ صالح الراشد، شكرا جزيلا لك. وبالتأكيد زي ما قلنا لحضراتكم أكثر من مرة، بالإشارة إلى عدد من الأندية اللي حملت اسم النادي الأهلي وألهمتها تجربة النجاح الكبيرة في النادي الأهلي المصري بأن يحمل نادي آخر في بلد عربي شقيق نفس الاسم لهذه المؤسسة المصرية والعربية والأفريقية العملاقة النادي الأهلي المصري. ودائما أبدا بنركز على مدى تأثر هذه المؤسسات الرياضية بمبادئ وقيم وأطر إدارة و كل الأمور الخاصة بالتطوير الدائم في النادي الأهلي والحفاظ على التقاليد والقيم والمبادئ، فضلا عن المنافسة بنفس القوة وأكثر من عام لآخر على كل البطولات اللي بياخدها النادي في كافة اللعبات. ده دايما محل ربط بيننا وبين عالمنا العربي، ووجود تجارب انطلقت مبنية على النجاح الكبير اللي تحقق في مصر وعلى المستوى العربي والأفريقي للنادي الأهلي المصري. هنختتم حضراتكم فقرتنا الأولى النهاردة وقراءتنا التحليلية لعدد كبير من الأخبار الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي وببعض المسابقات المصرية والعربية في منافسات ورياضات مختلفة وليس فقط كرة القدم. حوار تفصيلي في فقرتنا التالية بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستقبال الناقد الرياضي البارز الأستاذ عادل أمين. فاصل ونعود.
مشاهدينا أهلا بحضراتكم مرة تانية، ما زلنا معكم من خلال الأهلي في كل مكان، وفي هذا اللقاء نطرح تساؤلات كثيرة جدا عن الفرص المتاحة أمام فريق الأهلي في مشواره الأفريقي والشكل اللي ظهر عليه الفريق، النتيجة طبعا المرضية، الفوز بثلاثية نظيفة، والشكل الفني والبدني اللي ظهر عليه الفريق في أول ظهور رسمي له انطلاقته في الموسم الجديد اللي كانت أمام تاونشيب بطل بوتسوانا. وبعد الحديث عن النادي الأهلي وفرصه محليا وأفريقيا هذا الموسم من وجهة نظر ضيفنا في استوديو الأهلي في كل مكان، هننتقل الحديث عن ملف منتخب مصر، وما زال البحث جاريا طبعا حضراتكم متابعين ده عن الاسم اللي هيتولى المهمة خلفا لهكتور كوبر كمدير فني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا الناقد الرياضي البارز الأستاذ عادل أمين، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. مساء الخير يا أستاذ عادل. أهلا بك، أهلا وسعيد بوجودي معك وفي قلعة من قلاع الرياضة المصرية النادي الأهلي، وإحنا سعداء بوجود حضرتك معنا. نبدأ بانطلاقة الأهلي، أول تعارف للأهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون وجهازه المعاون في المباراة السابقة أمام تاونشيب، حضرتك شفت المباراة دي إزاي؟ هي في مجملها في بداية موسم وبداية تعارف اللعيبة مع المدرب الجديد والجهاز الفني الجديد، أعتقد أن النتيجة والمستوى مرضي إلى حد كبير، يعني كون اللي انت تخش في بداية موسم في منافسة أفريقية انت في موقف كنت صعب فيها، لأن النادي الأهلي محققش إلا نقطة واحدة من مباراتين، تعادل مع الترجي وهزيمة في كامبالا، فكانت المباراة دي صعبة للغاية، صعبة نفسيا حتى، ومسببة حلقة مسببة حالة من التوتر والقلق للجهاز الفني واللاعبين. حتى الاهلي بياخدها وهو مش معتاد على ده انه يكون أكيد باقل رصيد نقاط في المجموعه قبل المباراه، لان اي هزه يعني معناها ان النادي الاهلي حساباته يبتعد عن البطوله، هتبعد تماما يعني. فالنتيجه لحد ما كانت على المستوى الفني او على المستوى النفسي كان كويسه جدا، كان المهم في المباراه زي دي اللي انت ازاي تحصل على ثلاث نقاط بغض النظر عن مستوى الفريق المنافس سواء ضعيف او قوي، لكن الناحيه النفسيه كانت مؤثره وهي الحكمه في ازاي تختار او تحدد هدفك بنجاح. واعتقد ان الاهلي استطاع ان هو يحقق هدفه ويحصل على 3 بونت، ودي كانت اهم حاجه في اللقاء. مطمئن للشكل الفني اللي ظهر عليه الفريق؟ طبعا النتيجه كانت مرضيه للجميع، لكن حضرتك شايف ازاي مستوى الاداء، تحركات اللاعبين، السرعات في الملعب، يعني واحنا لسه في بدايه الموسم الفريق بيعلى بمستوى تدريجي. هو عشان احكم على مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللعيبه كفريق صعب جدا تحكم عليه من الاول، لان انت لسه في بدايه موسم، اللياقه البدنيه لسه ما شدتش قوي، يعني الفريق بيلعب من 60-70% بالكثير لياقه بدنيه، الانسجام برده مش متوفر بنسبه 100%، اعتقد ان كل دي حاجه بتخليك ان انت تقول ان المستوى العام مرضي، ويمكن يعني بيديك حاله من التفاؤل ان النادي الاهلي يعود كفريق لا يهاب احد ويستطيع ان هو يحقق هدفه بغض النظر عن الظروف المحيطه حواليه. استاذ عادل، لاعبين تركوا الفريق خلاص انتهت علاقتهم التعاقديه مع الفريق بشكل نهائي، ولاعبين خرجوا على سبيل الاعاره، واسماء جديده انضمت للفريق او عادت من اعارات. هل شايف قوام الفريق هذا الموسم وفقا لما رايناه في المباراه السابقه، او اللاعبين الموجودين حتى الان حتى في القائمه الافريقيه، هل قوام الفريق متكامل؟ هل العناصر كافيه لتحقيق طموحات وتطلعات جماهير النادي ولا لا؟ هو برضو يمكن في بعض المراكز ان النادي الاهلي لما لو حصل اصابات ولا حاجه بيحصل فيه خلل، يعني لحد دلوقتي يمكن الباك ليفت، يمكن شفنا يمكن معلول غيابه في الموسم اللي فات في اخره يمكن اثر شويه، خاصه من الناحيه الهجوميه لان ليه دور هجومي بارز في الناحيه ديت. مركز راس الحربه لحد دلوقتي يعني اعتقد ان من وجهه نظري يعني ان لسه ما جاش راس الحربه الجدير ان هو يرتدي الفانيل الحمراء، رغم يعني تعلق وليد ازارو في الموسم اللي فات، رغم تعلق وزير لان برضه يعني انا شايف ان ازارو يعني لسه قدامه شويه عشان خاطر ان هو يكون جدير براس الحربه، رغم ان هو برضه يعني اللي عمله او اللي اداله فرصه كبيره ان هو كان النادي الاهلي، اللي قدمه للمنتخب المغربي كان النادي الاهلي، لكن اعتقد ان الفتره الاخيره برضو دي اصابت حاله من عدم الرضا عند الجماهير، خاصه في العقد الاخير اللي هو جاله وطريقته ان هو يعني ان كان عنده رغبه في التعاقد خارج مصر، خارج مصر، خارج مصر.
فدي يعني دي تدينا حته ان هو ما ردش الجميل للنادي الاهلي اللي هو ليه الفضل الكبير عليه. طيب واذا رد الجميل الموسم ده يعني انتهت الامور الى الابقاء عليه ووجوده مع نادي الاهلي في الفتره دي، وكنا في تقرير اذعناه منذ قليل مش عارف حضرتك تابعته معانا ولا لا، الجمهور بيتكلم فيه انه شايف ان وليد ازارو كيرف اداؤه او منحنى اداؤه بيزيد بيعلى عن بدايه انتقاله للنادي الاهلي. هو اكيد شايف ايه؟ هو اكيد بيزيد ويعلى، لكن انا شايف برضو ان يعني هو اختارت وليد في المساحات الواسعه، لما كنت في مساحات واسعه للعيبه وسرعات، لكن لما بتلعب قدام فريق بيلعب زون ديفنس قدامك بيبقى خطورته قليله قوي، لان هو برضو في الناحيه المهاريه يعني مش عماد متعب، مش الخطيب، مش ابو تريك، ان هو يقدر يخلص لك فرصه من نص فرصه تجيله. طيب. لكن يعني نامل في المرحله الجايه ان هو يكون جدير بارتداء الفانيله الحمراء. طيب هنتكلم كمان عن باقي المهاجمين، لكن هنرجع الى الذاكره او بالذاكره لفتره سابقه، هنتكلم عن واحد كمان من النجوم الكبار في تاريخ الكره المصريه، منتخب مصر الاول والنادي الاهلي بعد تالقه لفتره كبيره مع نادي الترسانه، ثم انتقل ليصبح حتى اصابته طبعا اللي عطلت مشواره كتير واثرت في مشواره كلاعب كره قدم محترف، نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا وواحد من افضل المهاجمين في تاريخ الكره المصريه بالتاكيد الكابتن علي ماهر، والكلام متزامن مع اللي بيشير اليه عن قدرات المهاجمين الاستثنائيين، الاستاذ عادل امين ضيفنا في الاستوديو. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار. الحقيقه واحد من اللاعبين اللي كان في اجماع على قدراتهم حتى خلال او قبل انتقاله للنادي الاهلي وخلال وجوده في الترسانه، لاعب ومدرب ايضا واضح ان مشواره يعني مبشر جدا وعنده بصمات وبطولات شارك في تحقيقها ضمن اجهزه فنيه اشتغل فيها خلال الفتره اللي فاتت وصولا الى تجربته المتميزه مع الاسيوطي الموسم الماضي. النجم نجم الكره المصريه والنادي الاهلي السابق الكابتن علي ماهر، رايك فيه ايه استاذ عادل؟ واحنا كنا بنتكلم قبل التقرير ده عن كفاءات المهاجمين وقدرات المهاجمين اللي ممكن يرتدوا فانيله النادي الاهلي. لا كابتن علي طبعا لعيب محدش يقدر يتكلم عليه، رغم ان ظهوره كان مشكله، يعني اول ما ظهر لو تفتكر كان في ماتش مع الاسماعيلي والترسانه بيتلعب هناك وحصل مشكله ان الترسانه ساعتها اتقدمت على الاسماعيلي 3-2 وحصل جماهير نزلت الملعب وكان الحكم ساعتها اللي هو عصام صيام، وكان هو من ضمن الاسباب فوز الترسانه في الماتش دوت، يمكن احرز جون يعني. كانت دي بدايه الكابتن علي مع الترسانه، طبعا كمل مشواره مع النادي الاهلي بتحقيق انجازات كتيره مع النادي الاهلي وشارك فيها، ثم المنتخب الوطني، وبدايته يمكن في التدريب يمكن كان الواحد برده مش متوقع ان هو، لكن بصماته ظهرت بوضوح ثابته جدا، يمكن في الموسم دوت بالذات ظهر جامد ان هو مدرب ليه فكر ورؤيه، ودي يمكن مش متوفره في مدربين كتير من المدربين المصريين يعني، الى جانب ان هو عنده رؤية واسعة وبيطلع كتير، ودي من الحاجات اللي تخلي المدرب مدرب كويس قوي. نتمنى له التوفيق في مشواره كمدرب او مدير فني في الفترة الجاية مع اي فريق واي تجربة تدريبية جديدة، وهو بالفعل واحد من النجوم الكبار وطبعا له مكانته الخاصة رغم قصر الفترة اللي قضاها مع النادي الاهلي كلاعب، لانه في الوقت ده اصابه الحارس الافريقي سيدي بيه اللي كان متعاقد مع فريق القناة، حتى كانت اصابة جديدة الناس ما فهمتش، يعني عمرنا ما شفنا حد بيكسر رجل لاعب بايده، يعني كانت الاصابة بالحارس خرج وكسر رجل علي ماهر في هجمة او ساقه او الكاحل وخلال يعني اشتراكه معاه في كرة مشتركة، وده مشهد قلما تكرر يعني، والاصابه دي للاسف عطلته واثرت عليه حتى لما رجع وبعد فتره علاجه زي ما قال التقرير لم يعد للشفاء الكامل او للجاهزيه الكامله الفنيه والبدنيه ولم يستمر طويلا ويعود لسابق تالقه. هنرجع لنجومنا في خط الهجوم، حضرتك اتكلمت عن وليد ازارو، عندنا صلاح محسن والاسم والرقم اللي كان مصاحب لانتقاله وضجه كبيره جدا في وسائل الاعلام وفي الاعلام الرياضي في مصر، وايضا نجمنا مروان محسن مهاجم منتخبنا الوطني الاول، ولكن ايضا اللي غاب عن الملاعب قرابه العام لعمليه الاستشفاء والعلاج من اصابته اللي لحقت بيه في كاس الامم. طيب. شايف ازاي فرص باقي المهاجمين في النادي ده؟ لو هنتكلم على صلاح محسن، صلاح محسن افضل مهاجم في مصر في الوقت الحالي، ولو خد الفرصه اللي خدها ازارو في الموسم اللي فات كنا هنلاقي صلاح محسن دوت في روسيا مع المنتخب الوطني، لكن هو للاسف ما خدش فرصته مع النادي الاهلي، سواء دي كانت وجهه نظر الجهاز الفني الموجود في الوقت بكادة الكابتن حسام البدري. صلاح محسن مدرب لاعب جيد جدا، مهاراته عاليه وسريع
وفي مواصفات المهاجم الخطير. لو خد فرصته وصبروا عليه اعتقد ان هيكون ليه دور مؤثر. متفائل بصراحه النادي الاهلي. حضرتك شايف انه يستحق حتى الضجه اللي كانت مصاحبه لانتقاله للاهلي وحجم الصفقه ماليا؟ هي الضجه عشان الـ 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 المبلغ اللي اتدفع فيه. يعني ده كان مبلغ بدايه عهد جديد للاعيبه المصريين عن طريق صلاح محسن. يمكن بعض قال ان الصفقه دي هتسبب مشاكل وازمات كثيره كلها للنادي الاهلي قبل الانديه كمان. لان كل هيطالب بالمساواه مع صلاح محسن خاصه هو لاعب لسه صغير وما قدمش اللي هو المردود اللي يعني نقول ان هو يساوي ولا ما يساويش المبلغ ده. لكن هو كلاعب كان ظاهر في انبي كان ظاهر بمستوى كويس قوي. وجوده مع النادي الاهلي هيفيد كتير الفريق واعتقد هيبان الموسم دوت مع الجهاز الفني الجديد. ابو مروان محسن لما بدا بدايه قويه جدا لحد الاصابه اللي جات له مع المنتخب في بطوله الامم الافريقيه السابقه. وللاسف مروان راس حربه يمكن كويس جدا بس لسه ما عادش او ما استرجعش المستوى اللي احنا كنا عارفينه عن صلاح محسن عن مروان محسن. معدل الاهداف بتمنى حساسيه التهديف ترجع له. الاصابه وبرده الاصابه مأثره عليه لحد ما دلوقتي. يعني اتمنى ان هو يستعيد الثقه بنفسه ويبدا بدايه كويسه مع النادي الاهلي وان شاء الله. تتوقع ان ده ينعكس على مستوى الفريق؟ حضرتك شايف انه ممكن لو الثلاثي ده اصبح جاهز وفي اعلى حالاته الفنيه والبدنيه طبعا ازارو مع مروان وصلاح محسن، هل ممكن يعملوا نقله كبيره للفريق فنيا في الفتره الجايه خصوصا ان تحتهم مجموعه مميزه جدا مهاريا وفي الانطلاقات من لاعبي الوسط المهاجم؟ اكيد اكيد لو الثلاثه الجهاز الفني قدر ان هو يخلق بينهم منافسه هتعود على الفريق لان هتلاقي عندك اقوى خط هجوم مش في مصر يمكن هتلاقيه في افريقيا. وانك ما تبقاش عارف مين اللي هيبدا كل مباراه منهم خلاص لو يعني مستوياتهم تقاربت جدا. يعني اعتقد ان الثلاثه مؤثرين جدا والثلاثه نسبه التهديف عندهم عاليه وده هياثر على كفاءه هجوم النادي الاهلي بشكل طيب. كبير يعني. الى اي مدى حضرتك متفائل انه ان شاء الله في حاله الفوز في المباراه اللي جايه يوم السبت المقبل امام تاونشيب على ملعبه في بوتسوانا ان الحسابات هتبدا تبقى اكثر وضوحا وان يبقى في فرص حقيقيه لينا في البطوله في الموسم ده؟ لا هي الفرصه موجوده وبنسبه كبيره لان النادي الاهلي فريق كبير واوراق اللعبه كلها لسه في ايدك. يعني انت بتعتمد على نتائجك مش على نتائج الفرق الثانيه دي اللي انت لسه ماسكها. انت دلوقتي رغم الاخفاقات اللي انت عملتها في المجموعه كسبت ماتش وخسرت ماتش وتعادلت ماتش لان لسه الفرصه قدامك كبيره. اعتقد لو استطاع النادي الاهلي ان هو ياخد 3 بونت هنوصل ان هو 7 نقاط. هيبقى قرب بصفه كبيره لان انت مش هتاخد 7 نقاط بس انت كمان هتبعد عن المنافسين ليك حتى على الاقل على المركز الثاني. يعني هتبعد عن كمبالا وعن الفريق بوتسواني هتبعد عنهم كتير يعني او هتقرب للتراجع اكتر. يعني الحسابات قريبه عشان كده بقول لحضرتك هندخل في حسابات المنافسه في يعني المجموعه. يعني حسابات قريبه لا يعني حسابات قريبه اعتقد ان الاهلي فرصته كبيره ان الاهلي يملك خبره افريقيه كبيره بيعرف يتعامل خارجيا حتى في افريقيا مع الظروف الصعبه اللي بتقابله حتى لو قابلته ظروف صعبه زي اللي قابلته في ماتش كامبالا في اوغندا الا ان هو قادر ان هو يستعيد الثقه. واعتقد ان انا يعني من هنا مش خايف على النادي الاهلي في البطوله. عندك ثقه ان شاء الله في قدرات يعني الفريق اكيد اكيد يعني ان هو يقدر المشوار حتى في البطوله هذا الموسم بالنسبه للفرق المجموعه كلها مش على المستوى. يعني الاهلي افضل فريق في المجموعه افضل من الترجي كتير لكن هو الظروف الصعبه اللي قابلت الفريق في المباراه هو ده اللي مخلي الناس بتتساءل عن موقف الفريق مش عدم ثقه او تقليل بالعكس الكل واثق في قدرات الجهاز الفني اللاعبين الكفاءات اللي موجوده دعم المسؤولين ومجلس الاداره لهم توفير المناخ اللي ممكن يخليهم يحققوا بطوله بس الظروف اللي مرينا بيها والنقاط اللي خسرناها في اول جولتين 5 نقاط من 6 نقاط طبعا صعبه ومهمه جدا عشان كده لسه الكل بيتابع هو بحاله قلق يعني كل ما نشوف المهمه صعبت ليه لان كان في حسابات غلط وكان في يعني وجهه نظر قد تكون خاطئه في الوقت دوت ده اللي ادت ان الموقف بتاع النادي الاهلي يتازم كده. لكن احنا انت قدامك لسه 9 نقاط من 3 مباريات
يعني تقدر تعمل فيهم كتير، ممكن تاخد اول مجموعه بسهوله. انت عندك ماتش ترجي هناك والماتش ترجي سواء في القاهره او في تونس الحسابات واحده، يعني مش عشان انت الاهلي ما عاده بيكسب في تونس ويمكن بيتعادل في القاهره في مباريات كثيره مع الفرقه التونسيه كلها. فالفرصه كبيره قدامنا، واعتقد ان يعني انا بقول من هنا بطمن جماهير الاهلي ان هي تطمئن تماما ان النادي الاهلي قادر ولديه من الاوراق اللي هو يستطيع ان هو يتخطى المجموعه ويصعد لدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. فيما يتعلق بالمسابقه المحليه، الدوري الممتاز، البطوله اللي دايما بنقول انها البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي او للنادي الاهلي وجماهيره، هل حضرتك شايف انها نفس الحسابات المعتاده؟ المنافسين يخوض اللقب، هو حامل اللقب بيخوض البطوله بعد الحصول على النجمه الرابعه وبفارق كبير عن اقرب المنافسين. هل هنواجه نفس مجموعه المنافسين، المجموعه الكلاسيكيه اللي بتكون دايما اقرب الى او بتحاول تلحق بالنادي الاهلي وهو متقدم السباق، ولا عندك حسابات مختلفه او شايف حضرتك ان في اسماء جديده ممكن تنافس او تدخل في حسابات المنافسه في الموسم الجديد؟ طيب احنا خلينا نتفق ان الدوري الموسم الماضي كان دوري بدون منافس، يعني النادي الاهلي يمكن حسم بفارق كبير جدا البطوله من الدور الاولاني، وده ما بتحصلش، ده حتى بيخلي شكل البطوله مش حلو، يعني عشان البطوله تبقى كويسه لازم يبقى فيه اكتر من منافس، ثلاث اربع فرق بينافسوا على البطوله، وده بيدي حاله تسويقيه للبطوله كبيره، ويعني بتقدر اللي انت واهتمام جماهيري واهتمام جماهيري وشو كبير جدا معمول. كان مش كل الحاجات دي ما كانتش متوفره في الموسم اللي فات لان الاهلي كان بيلاعب نفسه في على مدار الموسم. السنه دي كالعاده يعني احنا شايفين ان في فرق كبيره دعمت صفوفها بنجوم كتير، في فريق زي الاسيوطي عليه كلام كبير ان هو جاب لعيبه كبيره من على المستوى الدولي. انا اتمنى رغم ان انا ليس واثق في هذا الامور انه يكون يعني اشوف منافسه من الاسيوطي والزمالك والاسماعيلي للنادي الاهلي في الموسم ده، لان دوت لو ده حصل هيعود على يعني بالفائده كبيره على مستوى البطوله كله المنتخب الوطني. لكن يمكن برضو انا مش متفائل في المنافسه هتكون قويه في الموسم ده، لان كل برضو الشواهد كده بيقول لك ان الموسم دوت ماشي على نفس وتيره الموسم اللي فات. تتوقع ان الموسم ده كمان النادي الاهلي يقدر يحسم البطوله، يعني حتى لو مش بنفس الفارق اللي كان استثنائي الموسم الماضي، لكن بفارق مطمئن من النقاط وبوقت مبكر، يعني حتى لو اقل قليلا من الموسم اللي فات؟ النادي الاهلي لو ماشي في طريقه ما فيش هزات، ما فيش ظروف خارجيه، قدرت اعتقد النادي الاهلي هو افضل فريق موجود من جهه لو انت بصيت في القائمه، اكتر النادي عنده لعيبه كبيره، نجوم كبيره، ليها خبره كبيره في مثل الدوري غير الكاس. الدوري عايز الدوري مشوار طويل جدا، عايز خبره، يعني لازم أكيد. يكون النادي الفريق متوفر له خبره ازاي يحصل على البطوله، ان حتى حسابات الدوري زي ما حضرتك بتقول مش الاسماء بس، مش يعني من أقول مش النجوم بس، يعني واللي هي في صالح النادي الاهلي، يعني مش عشان يعني الفانيلا نفسها يعني بيبقى لها دور في ازاي ثقافه اللاعبين واعتيادهم على الفوز يعني ورؤيه مجلس الاداره والمسؤولين. حسابات الدوري حسابات مختلفه، مش اي حتى لو جمعت انت منتخب العالم عشان تحطه يلعب مع بعضه عشان تلعب في مسابقه دوري عام، اعتقد ان هو مش هي ثقافه بقى وحاله عامه من التركيز وان دايما في هدف هو البطوله ملوش بديل. ده اكيد اكيد. فاتمنى انا واحد بتمنى ان يكون في الدوري السنه دي يشوف ثلاث اربع فرق بتنافس النادي الاهلي على البطوله، لان ده لصالح الكره المصريه. اتمنى ان كل فرقه تقدر تدعم نفسها كويس قوي بحسابات خاصه بعيدا عن المتاجره، لان دلوقتي انا شايف ان سوق الكره المصريه اصبح فيها تجاره اكتر ما منه تدعيم فرق، يعني كل فرقه بتحاول تبيع عشان خاطر تكسب ماديا، يعني فرق البطوله مش كده، فرق البطوله انت ازاي تدعم فريقك والناحيه المكاسب الماديه دي في المرحله الثانيه، لكن المرحله الاساسيه او الهدف الاساسي ان انت تكسب بطوله. طيب النهارده كان عندنا حديث يعني خبر عن الاجتماع قادم بين الكابتن محمود الخطيب غدا ان شاء الله والمسؤولين في قطاع الناشئين، الاجهزه الفنيه في قطاع الناشئين في النادي، وتركيز النادي على اهميه هذا القطاع مستقبلا فنيا واستثماريا وتسويقيا للفريق. وكمان كان عندنا اتصال مع الكابتن عادل عبد الرحمن بيتكلم من خلاله كمدير فني المنتخب لفريق الشباب عن ان الفريق ده ان شاء الله توقعاته انه يقدم ثلاث او اربع لاعبين للفريق الاول الموسم القادم. اهميه ده من وجهه نظر حضرتك يا استاذ عادل؟
دي يمكن دي بداية كويسة جدا بحيي فيها كابتن محمود الخطيب على الخطوة دي، لأن القطاع دوت لو اهتم بيه النادي الأهلي هيغذي الفريق الأول، هيعمل رواج وحالة تسويقية للعبة الأهلي الناشئين اللي هم ما لهمش مكان. الأهلي كنادي هيستفيد ماديا وفنيا من هذه المواد، واحنا شفنا حتى لما النادي الأهلي طلع منه رمضان صبحي، طلع منه تريزيجيه، أحمد حمدي، نزل طلع لعيبة كبيرة، ويمكن شايفينها دلوقتي بره ليها مستقبل كبير. لو حصل اهتمام كبير بالقطاع دوت، النادي الاهلي هو الكسبان والكره المصريه هي الكسبانه ايضا. متفائل بان ده ممكن يبقى بديل او يخفف من العبء المادي اللي شايفينه في المبالغه في الصفقات في انتقال اي لاعب بيبدي النادي الاهلي رغبته في انتقاله اليه. هو سيبك من العبء المادي، يعني العبء في الاحتراف ما فيهوش عبء مادي، انت معاك امكانيات هتقدر تشتري اللعيب اللي انت عايزه. يعني العبء المادي ده مش موجود في الكوره دلوقتي، يعني انت عايز تعمل قطاع كره قدم ما تبصش بقى. بس التمويل يا استاذ عادل، حضرتك عارف انه احيانا بيقابل مشكله، احيانا بتقابل اكبر انديه العالم في فتره من الفترات. مفيش مشكله، بس مين اللي يقدر يعمل احلال وتبديل وتجديد في صفوفه اللي هو بتاع الناشئين؟ انا معاك في دي، انا معاك في دي، لكن في افكار جديده عشان خاطر ازاي تنمي الموارد، تنميه موارد، تدخل دخل النادي. في فكر جديد يمكن بيتطبق في كل دول العالم دلوقتي، ازاي تجيب موارد عشان خاطر تصرف. وبعدين لما انت تجيب لعيب، يعني لما ريال مدريد جاب رونالدو، شوف هو دفع فيها قد ايه وكسب من وراه قد ايه. يعني مش عشان خاطر انت بتشتري لعيب يبقى انت بتصرف، لا، انت بتصرف عشان بتحقق مكاسب كبيره من وراء التعاقد مع هذا اللي هي بقى حسابات النجاح في الاداره والتسويق. بالظبط، لكن كقطاع ناشئين ان هو ممكن يسد ثغره عندك في الفريق الاول لو اهتميت بيه. يعني مش مطلوب من قطاع الناشئين ان هو يطلع لك لاعب او اثنين او ثلاثه بالكثير الفريق الاول كل موسم، ده لو عمل كده يبقى قمه النجاح. لا مستحيل النجاح. كل سنه، لكن حضرتك بتقول احيانا ممكن في موسم يظهر. والله في أو ثلاثة. والله في لعيبه كثيره بتطلع، ويمكن حضرتك يمكن لو متابع حتى في من قطاع النادي الاهلي بالذات، يعني لعيبه كثيره بتطلع وبتتالق، بتلاقيها في انديه ثانيه ويرجع النادي الاهلي يجيبهم. دي محتاجه عين خبيره شويه او عين فاحصه تقول لك ان اللعيب دوت هيجي، لان برضو الناشئ في المرحله السنيه دي ما بيبقاش ظاهر قوي، يعني ممكن فجاه مستواه يعلى مره واحده. يعني انت تشوفه ممكن تقول عليه مش هيدي، لكن بعد سنه او سنتين بتلاقيه مستواه عالي مره واحده. فدي محتاجه برضو عين خبيره تقدر تقول كمان زي ما حضرتك بتقول ولا مش شايفين. في تجارب سابقه للنجوم تم تصعيدهم من فرق الناشئين او من الشباب للفريق الاول وبقوا في لمح البصر نجوم، يعني انطلاقتهم كانت سريعه وقويه جدا. حسام غالي، سيد عبد الحفيظ، هشام حنفي، والاسماء يعني عدد كبير من الاسماء. حضرتك بتقول ان ممكن ده يتكرر في الفتره. اكيد بيتكرر وبيتكرر والله. يعني لو بس هي عايزه ناحيه اهتمام اكتر وتركيز اكتر على المجموعه اللي طالعه، الى جانب ان برضو الاتحاد عايزه برضو فكر من اتحاد الكوره ان هو ازاي يعمل مسابقات قويه للناشئين عشان تفرز عدد كبير. يعني انا مش شايف ان لما يكون في خلل في المنتخب الوطني في مركز راس الحربه والباك ليفت والديفندر، اعتقد ده خلل لنظام سياسه في الكره المصريه اللي بتدار بيها. يعني طيب ما دام بدانا نتكلم عن لاعبي المنتخب والمستوى الفني اللي ظهرنا عليه في نهايات كاس العالم في روسيا، ده هيفرض علينا اننا ننتقل للملف الخاص بالتعاقد مع مدير فني. وحضرتك متابع طبعا بحكم عملك الصحفي كل يوم في اخبار جديده واجتهادات عن اسماء جديده في تفاوض معاها من قبل اتحاد الكوره. شايف ازاي المشهد من وقت نهايه مشوارنا بهزيمتنا في كل مبارياتنا في نهايات كاس الامم وبدء بقى سلسله من التصريحات وان الخطوات الفتره اللي جايه ايه وبنعمل ايه والتعاقدات والكلام ده؟ بتفكرنا بايام صعبه مرت علينا من نتائج المنتخب في روسيا. لكن لو انت شايف المشهد العام كده هتلاقي فيه خلل او في حاله من الارتجاليه او العشوائيه داخل اتحاد الكوره، خاصه في المدرب اللي هيتولى المنتخب الوطني لحد دلوقتي. يعني لحد دلوقتي يمكن النهارده بس طلع تصريحات متضاربه من اعضاء مجلس اداره، كل واحد بيصرح تصريح شكل ان هو التعاقد ما حصلش اي مفاوضات مع اي مدرب اجنبي. تصريحات تانية بتقول لك لا، ده احنا هنختار المدرب في اجتماع الثلاثة والأربعة المقبلين في اجتماع المجلس. يعني كلام خريطة مش واضحة المعالم تمام.
رغم ان المفروض لو اتحاد كوره بيشتغل صح بمجرد الخروج او بعد نهايه مباراه السعوديه واستحاله استمرار كوبر كان على طول في ثلاث ترشيحات لمجلس الاداره، واعتقد ان ده مش من الشيء الصعب على الكابتن هاني ابو ريده رئيس الاتحاد وعضو اللجنه المكتب التنفيذي للفيفا ان هو يرشح ثلاث اربع مدربين اجانب ويجري اتصالات بيهم بواقع عمله في الفيفا ويحدد له ويكون شروطهم متوافقه مع الامكانيات الاتحاد المصري. وكنا زماننا خلصنا والراجل جه وبدا شغله ووضع برنامجه. حضرتك كنت عايز يبقى في سيناريو بديل مجهز لحاله على طول. اخفاق الجهاز الفني بخلال الكوبر لو ما استمرتش يعني. احنا جينا كل همنا اللي نعمل مؤتمر صحفي نبرق بيه دم اتحاد الكوره من اللي حصل والنتائج السيئه والفوضى اللي حصلت هناك والعشوائيه اللي كانت موجوده في المعسكر والكلام دوت وسوء الاختيار المعسكر في مكان بعيد والكلام ده كله. كان كل ده غرض او الهدف الاساسي بعد العوده من روسيا مش المنتخب الوطني. يمكن دلوقتي المنتخب الوطني بيفكروا فيه لان لقوا نفسهم ان هم خلاص داخلين في مسابقه دوري عام ولازم بقى وناسين ان في مثلا ان التصفيات خلاص هتستكمل بعد شهر او شهرين ولازم مدرب جديد يكون عينيه شايفه اللعيبه وعارف هو هيختار مين وهي برنامج استعداده ازاي والكلام ده كله. لكن ده للاسف لا، كل واحد في اتحاد الكوره دلوقتي عاد بيحاول ان هو يقول تصريح يبين نفسه ان هو في الصوره وان بيعمل مصلحه الكره المصريه. طيب معانا على الهاتف الحديث عن طبعا مباراتي السوبر المصري السعودي، سواء المباراه اللي طبعا هتقام بين بطلي الدوري والمباراه اللي هتقام بين بطلي الكاس. بنتكلم عن النادي الاهلي والهلال، الاهلي المصري، الهلال السعودي، الزمالك المصري، واتحاد جده السعودي. معانا على الهاتف الاستاذ عبد الاله مؤمنه رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي لكره القدم وعضو مجلس الاداره. كابتن عبد الاله مساء الخير. مساء النور يا هلا بيكم بالساده المستمعين. اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. الى اي مدى وصلت الترتيبات او الاستعدادات الخاصه بتفاصيل سواء مقر استضافه او الملاعب اللي هتستضيف المباراتين سواء في مصر او في السعوديه والاتفاق على المواعيد او الجدول الزمني للمباراتين؟ طيب اول حاجه يعني اسمح لي اشكر الاخوان الاتحاد المصري الشقيق على حفاوه الاستقبال وعلى كرم الضيافه. احنا اليوم احنا طبعا نتكلم احنا في بلدنا، في بلدنا مصر، وجدنا كل الحفاوه اللي حقيقه تليق بالاسمين الكبيرين اللي احنا حضرنا من اجل ترتيب مواعيد هذه المباراتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وفخامه الرئيس السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الله يحفظهم ان شاء الله. فالحمد لله يعني كان اليوم لقاء قوي، لقاء مثمر من الجانبين، تبادلنا الاراء اللي ان شاء الله تنعكس ايجابا على الطرفين، الجانب السعودي والجانب المصري، اثراء لهذه المسابقه ان شاء الله تكون هذه يعني من هذا السنه وطالع ان شاء الله كل سنه راح يكون فيها اضافات، وباذن الله ان شاء الله تنعكس ايجابا على الرياضه السعوديه والرياضه المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عبد الاله، هل وصلتم المحتوى اللي كان بيتضمنه الخبر اللي تابعنا به هذا الاجتماع بين حضراتكم وبين المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم واستضافتهم للوفد السعودي في القاهره في مقر الاتحاد للمباحثات حول هذه المباريات؟ انه الشكل النهائي اللي تم الاتفاق عليه حتى الان 6 نوفمبر و8 نوفمبر مباراة كأس الرئيس أو على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة بين بطلي الكأس الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي، ويوم 8 نوفمبر بين الأهلي المصري والهلال السعودي في الرياض مباراة بطلي الدوري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. هل التفاصيل دي تم الاتفاق عليها والمواعيد دي بشكل نهائي ولا لسه في احتمالات للتغيير؟ لا ان شاء الله ما في احتمالات للتغيير، هي طبعا احنا راعينا فيها ظروف الفرق الاربعه بالكامل، المشاركات المحليه والمشاركات الدوليه، انت عارف الفرق عندها بعض المشاركات الدوليه، وتوصلنا لموعد يعني ان شاء الله هو حيكون فيه الاقرب. طبعا في بعض الاجراءات التنظيميه والاعتمادات الرسميه هذه اجراءات نظاميه، لكن ان شاء الله باذن الله نحن يعني حيتم الاكمال اللازم وبعد كده حندخل في الامور التنفيذيه ان شاء الله.
الحمد لله يعني حرصنا كان في يعني رغبه مشتركه حقيقه بين الطرفين على الوصول لموعد يتناسب مع حجم هذه المناسبتين ويتناسب كذلك ايضا مع ظروف الفرق، وان شاء الله هذا الموعد يتاكد نظاميا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا كابتن عبد الاله، سمعنا ايضا نقلا عن الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم انه يعني تبقى بعض التفاصيل للتوافق عليها في الفتره الجايه تتعلق بحقوق البث المباشر للمباراتين وبعض الحقوق اللي بيتم التوافق عليها بين الاتحادين المصري والسعودي ومع الانديه الاربعه اطراف المباراتين. صحيح، بمجرد ما يتم الترتيب ان شاء الله الاعتماد النظامي حنبدا ان شاء الله في تكوين طبعا لجان مشتركه بين الطرفين. اللجان هذه اكيد من اهم مهامها المواضيع التسويقيه والمواضيع الماليه والمواضيع التنظيميه الخاصه بالمباراتين، فباذن الله تليق بهذه شكرا جزيلا للمشاركه معنا. شكرا لضيوفك واشكر الاخوان في الاتحاد المصري والشعب المصري العزيز، وان شاء الله يعني تظل هذه المباريات اللي فيها تسجيل العلاقات الكبيره بين المصريين والسعوديين في الرياضه بصفه خاصه وفي العموم بصفه عامه. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك الكابتن عبد الاله مؤمنه رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة، وبإذن الله تخرج المباراتان بشكل لائق بالكرة المصرية والكرة السعودية وبالجماهير والمسؤولين في القطاعات الرياضية والكروية في البلدين وبشكل مرضي إن شاء الله في المستوى الفني وقوة المنافسة، سواء في المباراة هنا في القاهرة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بين بطلي الكأس أو في المباراة هناك في الرياض على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بين بطلي الدوري. تعليق حضرتك على ما جاء في هذا الاتصال يا استاذ عادل. والله فكرة السوبر المصري السعودي ده كانت فكرة جيدة، يمكن لقت نجاح كبير في المواسم اللي اتعملت فيها، لكن للأسف مش عارف بلاقي كده فجأة بتطلع زي ما تقول البطولة جت مفاجأة لينا كلنا سواء هنا في مصر أو في السعودية عموما يعني. لكن انا كنت اتمنى ان البطوله يبقى ليها ما هم بيحضروا بس بعض الناس هيقولوا ان حضرتك دلوقتي بتاخد موقف متعمد ضد اتحاد الكوره، لان الناس هيقولوا طب يا استاذ عادل يعني بيتابع حضرتك دلوقتي هيقول حضرتك معترض ليه اذا كان التحضير لمباراه لسه هتقام في نوفمبر؟ مش انا بحط نفسي مكان المشاهد على فكره. لا لا مش بحط، انا مش بتحمل حضرتك ليه شايف ان هم مش محضرين بوقت كافي؟ انا بتكلم يعني مثلا بطوله زي دي ممكن نحدد لها ميعاد يبقى ثابت يعني ما تبقى بطوله سنويا موعدها محدد. انا مش بتكلم على حاجه يعني تبقى بطوله ثابته سواء في القاهره او في الرياض يعني. مش عايزها تقام بقى بشكل يتغير يعني او تتلغي موسم يعني دي خلاص يبقى من ضمن المسابقات اللي موجوده في الاتحاد المصري والاتحاد السعودي. انا بتكلم على الاتحادين ان اجنده الاتحادين تتضمن الترتيب للمباراتين وتبقى الترتيب يبقى بس يكون معاد ثابت عشان حتى البطل الدوري يبقى عارف هيلعب في نوفمبر هيلعب بين الدورين، ويمكن ولو في تنسيق اكتر بين الاتحادين ان يبقى مواعيد المسابقات متشابهه لحد. طب هل حضرتك يعني هل درايه حضرتك بارتباطات الفرق اللي هتشارك الابطال اللي بيشاركوا عن الكره المصريه او نظرائهم عن الكره السعوديه، ارتباطاتهم الافريقيه وارتباطات المنافسين في القاره الاسيويه، هل هتسمح بده تحديد موعد ثابت كل عام ولا هنحتاج يبقى في مرونه فتره بالنسبه للمسابقات الافريقيه واعتقد الاسيويه برضو المواعيد ثابته يعني انت حتى لو رحت الاتحاد الافريقي دلوقتي هتلاقي مواعيده ثابته، البطوله اللي جايه حتى هتلاقي مواعيدها محطوطه، فمن الجدول معلن خلاص من سهل جدا ان انت تشوف مواعيدك المواعيد الاسيويه والافريقيه والارتباطات اللي عندك ايه وتحط حتى تتخللها البطوله وفتره دي. يبقى فيها مرنه بس تبقى معروفه مثلا ان الشهر دوت هتكون في دي هتدي البطوله رونق وتقل كتير يعني. انا بتكلم مش عشان كده مش هجوم على الاتحاد ده والاتحاد ده، لا هي فكره جيده، هي فكره جيده اللي احنا نهتم بالبطوله خصوصا دي برضو هتدعم الروابط اكتر مع السعوديه روابط الجماهير وهتخف حاله المشاكل. ارجع لكلام حضرتك قبل الاتصال ده اللي كان فيه بقى فعلا نقد قد يكون يعني منطقي الى ابعد مدى، حضرتك بتقول ليه ما رتبناش نفسنا على سيناريوهات بتحتمل النجاح او الفشل واستمرار او رحيل جهاز كوبر، حضرتك عندك اعتراض على انه ما كانش فيه اعداد مسبق واختيار في الفتره السابقه على نهائيات كاس العالم لاسماء بديله في حاله عدم استمرار كوبر؟ ده اكيد ده اللي واضح من دلوقتي يعني لحد دلوقتي كل يوم بتسمع اسم مدرب شكل يعني ما فيش حتى خريطه مثلا اللي احنا بنتفاوض مع خمسه
هنشوف مين اللي هيجي فيهم، اللي هيوافق يجي واللي مش هيوافق، ويبقى احنا عارفينهم. لا احنا كل يوم بنشوف مدرب جديد، بنسمع مدرب جديد، واحد بيقول مدرب تاني كده، وبعدين ساعات تسمع اللي فيه مدرب وطني يعني خريطه. طب حضرتك اميل لمدير فني مصري ولا اجنبي الفتره دي؟ لا الفتره دي مدير اجنبي. الفتره دي اي مدرب مصري فيها هيتظلم فيها. وخلينا واقعيين ان مفيش مدرب مصري يصلح لتولي المنتخب في المرحله ديت. يعني لو احنا شفنا مين الحدد الاول اللي مين يصلح لتولي المنتخب، هتلاقيه مثلا ثلاث او اربع مدربين. ابعد الكبار، الحرس القديم، لان الحرس القديم خلاص ايامه انتهت مع التدريب. يعني كل الناس اللي تفكر ان حسن شحاته يرجع يدرب تاني، ده لا في صالح المنتخب ولا في صالح حسن شحاته، لان اللي موجود حاليا دلوقتي مش موجود سنه 2010 او 2008 او 2006. يعني في فرق كبير في العناصر. حضرتك تقصد في عناصر يعني كل حاجه، العناصر والمناخ، الاداره والمناخ واللعيبه والفكر والفكر بتاع الكره العالميه ماشيه ازاي، كل حاجه. يعني هي المدرب المصري ده بصفه عامه. يعني حضرتك بس عشان النقطه دي تتضح للمشاهد اكتر، حضرتك شايف انه لو فرضنا انه تم تكليف او التعاقد مع الكابتن حسن شحاته لتولي المهمه في الفتره الجايه، شايف انه هيتظلم لانه هيتم مقارنته باداء ونتائج جهاز ولاعبي حسن شحاته في الفتره اللي كان فيها نجاح منقطع النظير؟ بالظبط. ده هيبقى عبء عليهم، هيبقى عبء كبير. وبعدين عوامل النجاح مش متوفره زي العوامل النجاح اللي كانت متوفره لحسن شحاته في 2006 و2008 و2010. من جهه عوامل كتير، الدعم، اللعيبه، حاجات كتيره جدا. فدي مش متوفره. لو فكر الاتحاد يبقى الاتحاد بيظلم المنتخب، ولو قبل حسن شحاته يبقى بيظلم نفسه، لان هيضيع تاريخ كبير حققه، من الصعب ان يحققه اي مدرب تاني. طيب الاسماء الاصغر مقارنه بجيل كابتن حسن شحاته من المدربين، حضرتك بتقول هم اللي ممكن يبقوا في الحسابات دلوقتي؟ لو في الحسابات هتحط حسام البدري، حسام حسن، ومعاهم هاني رمزي، وممكن يبقى رابعهم طارق العشري. لكل واحد فيه تفوهات مش موجوده، وجوده بيها مش لصالح المنتخب، هتاثر على المنتخب تماما. يمكن مش عايزين بس عارفين اللي احنا نقول، لكن الاصلح في الوقت دوت اللي يتجاب مدرب اجنبي ليه فكر، ويا ريت يعني يكون اسم كبير يقدر، لان احنا عندنا مواهب بس محتاجه فكر ومحتاجه سيستم ومحتاجه طريقه تقدر تقول للناس كلها في العالم كله ان في كره قدم في مصر. طيب لأن في اراء في الشارع بتقول كوبر حقق المطلوب منه وفقا لتعاقده مع اتحاد الكوره، حقق سقف التطلعات الموجوده على الورق وانه يستحق كل تقدير على تجربته، وناس تانية بتقول ده أسوأ مستوى فني وأسوأ مدير فني تولى تدريب منتخب مصر في تاريخه كله. هل في مساحه موضوعيه بين ده وده ولا لا؟ بين الكلام ده وده؟ هو ما فيش مساحه نقدر نقول، بس نقدر نقول ان هو كان مطلوب منه ان هو يوصل لكاس العالم ويوصل لفاينل افريقيا. هو حققهم ازاي؟ ما تقوليش لا خلاص، يبقى انت مش هتحاكمه. انت قلت له اعمل لي كذا وعمل، حقق على الورق المطلوب منه. هتيجي انك تقيم اداء المنتخب معاه، اقول لك اداء المنتخب صفر. كسبنا ازاي؟ اقول لك كسبنا بمهارات فرديه من لعيبه مميزين في الفريق. لولا وجود محمد صلاح. ايه حضرتك بتتكلم؟ عشان نوصل، عشان نوصل مش هناك. انا بحلل لك هو حقق الهدف بتاعه، بس حققه ازاي؟ عن طريق مهارات فرديه اللعيبه. هو فكره او طريقته او اسلوبه يا جماعه. هو الراجل ما ضحكش على حد، الراجل من اول يوم بيقول لكم انا بلعب بالطريقه دي. ما جاش قال لكم لا ده انا هطور وهلعب بطريقه هجوميه، من اول يوم بصراحه قال انا هلعب، وده فكره وانا احترمه عليه. يعني هو ما ضحكش على حد. كون اللي انت مش عاجبك ده مش عيب فيا، ده عيب فيك انت اللي انت مش قادر ان مش مدرك ان ده اسلوبه. اللي ده الاسلوب ده مش هينفع بعد كده. لكن انت لو شفنا وصلنا ازاي في المجموعه في كاس العالم، المنافس الاول ليك في المجموعه كان خارج المنافسه من اول جوله اللي هو غانا، ورغم كده كان ممكن يحصل حاجات يعني الفرق الثانيه اللي في المجموعه اقل منا بفارق كبير أكيد جدا اكيد، ولعبت برضه لصالحك. انت وصلت بهدف جه في الدقيقه في الثواني الاخيره من الوقت بدل الضايع من ضربه جزاء في ماتش الكونغو. يعني ده اللي ده وصلنا. لكن
طريقه كوبر طريقه لا. طب حضرتك ميال لجيل من المدربين من نفس المرحله العمريه الكوبر ولا جيل اصغر؟ لانه النهارده عندنا مثلا تصريح للكابتن هاني ابو ريده بيقول انه لا يميل الى المدربين الكبار في السن او في العمر اللي هم تجاوزوا الستين، يعني عمر خليلوزيتش اسمه مطروح كمدرب عنده خبرات وتولى اكتر منتخب زي اليابان والجزائر وغيرها، ولكن رئيس اتحاد الكره بيقول امرين، انه طلباته مغاله فيها جدا 200,000 دولار تقريبا في الشهر، وانه لا يقبل تخفيض هذا المبلغ الى 160 او 150، فضلا عن انه اتحاد الكره المسؤولين فيه او الكابتن هاني رئيس الاتحاد بيقول انه يميل الى متوسط اعمار اقل شويه. رايك ايه يا استاذ عادل؟ اولا المغالاه في الاسعار دي انا مش مقتنع بيها، لان انت طالما تتعاقد مع كوبر ب 140 يعني ممكن تتعاقد مع مدرب محترم له فكر حتى لو 200,000 يعني. انا متعاقد مع مدرب مش مع لعيب. يعني انا محتاج لعيب مدرب مش بدور على سنه، انا بدور على مدرب عنده فكر، عنده درايه كامله يقدر يغير لك ماتش. ايه الفرق بين كوتش وكوتش ايه؟ ان في كوتش يقدر يغير لك نتيجة مباراة بتغيير، وواحد يفضل قاعد على الكرسي بيتفرج زينا ما احنا بنتفرج. ده الفرق، ده اللي بيميز لعيب عن لعيب او مدرب. طيب ورأي حضرتك في انه في جيل جديد، اذا كان الكلام ده صح ولا غلط، انه في جيل جديد متوسط اعماره اقل هم الاكثر نجاحا في العالم. خلينا نشوف عمر المدير الفني لكل من المنتخبين اللي كانوا بيلعبوا فاينل كاس العالم. الانديه الاشهر في العالم دلوقتي متوسط اعمار المديرين الفنيين لها. في راي بيقول ان المجموعه دي جايه بفكر جديد بانرجي او طاقه اكبر، وانه خلاص في جيل اصبح مستهلك بدرجه او اخرى. راي حضرتك ايه في الكلام ده من المدربين؟ هو ممكن يكون صحيح، بس برضه انا عايز اوصل لك ان المدرب مش بعمره، المدرب بفكره اكيد طبعا. يعني شوف فكره ايه الاول. ما ممكن كان في لعيبه عواجيز وقاعدين لكن دماغهم شغاله، اهم حاجه يكون دماغه شغاله. لكن لو دماغه شغاله وعمره صغير وفي مرحله الشباب لا يبقى كويس. احنا عايزين فكر، لان احنا بنطبق فكر، اللي بيطبق الفكر دوت اللعيبه اللي عندك في الملعب. طالما الفكر كويس وقادر توصله للعيبه اعتقد ده اللي احنا محتاجينه في المرحله الجايه. يعني هختم حواري مع حضرتك، ما الذي تتمناه من اتحاد الكره بعد ان انتقدت عدد من الامور الخاصه بترتيباته وتعامله مع المرحله دي؟ ايه اللي بتتمنى ان اتحاد الكره يتخذه كخطوات اولويات عمل في الفتره اللي جايه؟ لا يعني انا بتمنى ان يكون في مسابقه دوري عام محترمه تحترم فيها المواعيد، تكون في لجنه حكام بتحترم حكامها وتحافظ عليهم وتحميهم وما تخدعش او ما تردخش لتهديدات الانديه او بعض المسؤولين في الانديه. محتاج مدرب وطني او مدرب اجنبي وبسرعه يتحدد المنتخب الوطني في الفتره اللي جايه، عشان احنا كلها شهور قليله وهنبقى على نهايات امم افريقيا. محتاج الكره المصريه ترجع البسمه للجماهير في الملاعب. محتاج ان يكون في دور فعال من جانب الانديه في مسانده الاتحاد والامن، خصوصا في موضوع الجماهير، لان الموضوع دوت مهم جدا. واعتقد ان هو لو ما اتحلش مع بدايه الموسم دوت هياخر الكره المصريه كتير. في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي البارز ونائب رئيس تحرير صحيفه الاهرام استاذ عادل امين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي في كل مكان، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اخر فقراتنا النهارده هذا الحوار في الاهلي في كل مكان. دايما بنسعد باستضافه ابناء النادي الاهلي السابقين، نجوم النادي الاهلي السابقين اللي حققوا نجاحات في فترات مختلفه، سواء مع النادي الاهلي في الفريق الاول لكره القدم او مع منتخب مصر لكره القدم في مراحل عمريه مختلفه. نجمنا النهارده هو واحد من جيل الشباب اللي طبعا ظهروا بشكل ملفت للجميع على المستوى الدولي مش المستوى المحلي فقط، من خلال مشاركتهم وتالقهم والشكل اللي ظهروا عليه، شكل فيه كره قدم ممتعه وجميله واداء كان طبعا اكتر من رائع في نهائيات كاس العالم لكره القدم للشباب.
كان المنتخب ده بيخوض هذه المباريات تحت قياده الكابتن شوقي غريب اللي كان بيتولى مهمه المدير الفني، وقدم هذا الجيل هذا المنتخب طبعا كان منه عناصر مؤثره جدا في النادي الاهلي، طبعا شاركت واثرت مع زملائها لسنوات في حصد البطولات وفي تحقيق المزيد من الانجازات في النادي الاهلي المصري. الكابتن ابو المجد مصطفى نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، مساء الخير يا كابتن ابو المجد. مساء الخير استاذ محمد، سعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك. تعالي فكرتك بفتره من احلى فترات حياتك كلاعب. طبعا طبعا، يمكن الفتره ديت هي اللي عملت الجيل بتاعنا كله، يمكن اثرت فينا بشكل كبير. يعني الواحد كل ما يفتكرها بيحس ان الموضوع من قريب، وما الواحد كان نفسه طبعا يكمل ونفسه ان هو يبقى كل يوم يبقى في كاس عالم، الموضوع بيبقى مختلف تماما. وظهوركم كان ناجح في البطوله دي بالظبط، احرزتوا اهداف وعملتوا مباريات كان فيها نديه في الملعب، رغم طبعا كان في اخفاقات في مباراه مثلا زي مباراه الارجنتين، لكن باقي المباريات النقاد في مصر كانوا راضيين عنكم جدا، الجمهور كان سعيد بيكم جدا، هل كنتوا عاملين مستوى انتوا كمان كجهاز فني ولاعبين كنتوا راضيين عنه؟ يعني الحمد لله كانت المجموعه اللي موجوده بشكل عام لعيبه كبيره، يمكن معظمنا في الفتره ديت كان بيلعب فريق اول في الانديه بتاعته، زي رضا شحاته كان لسه في المنصوره، فكان بيلعب في الفريق الاول، فالحاجات دي كلها كانت بتدي ثقه للعيبه ان احنا لما بنيجي نلعب خلاص احنا عدينا مرحله الرهبه. حتى الاعداد بتاعنا اللي حصل يمكن قبل احنا ما نوصل نلعب كاس العالم، يمكن قعدنا فتره الاعداد بنلعب منتخبات كبيره، والحمد لله ما كناش بنقلق. كان يمكن كابتن شوقي غريب اشتغل في الفتره ديت على ان احنا انت بتلعب منتخبات كبيره، لكن انت كمان منتخب كبير ولاعيبه كبيره، فانت لازم تلعب وتادي. كان الجهاز الفني بيشتغل على انه يعدكم نفسيا كويس قبل البطوله، نفسيا مش داخل مهزوم من قبل المباراه او خايف؟ لا لا خالص خالص، نفسيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه. يمكن زي ما بقول لحضرتك احنا قبل البطوله لعبنا ماتشات كتيره جدا مع منتخبات كبيره، يمكن من خلال المباريات الوديه ديت هي اللي ادت الثقه للمنتخب ان مفيش فروقات كبيره. بالعكس احنا كان عندنا منتخب هايل ولاعيبه على قد المستوى، فلما دخلنا بطوله افريقيا قبليها حتى ما كناش قلقانين وكنا بنلعب على البطوله. يمكن ده كان هدف المنتخب في بدايته، ان انت داخل تلعب على طول، مش رايح. عشان كده كان عندكم نزعه هجوميه، كان عندكم جرأه انطلاقات في البطوله دي مع حفظ الالقاب للجميع. ابو المجد مصطفى اليماني، ابو مسلم وائل رياض، ابو مسلم الجمهور، حتى الصحافه بتقول ان في مباريات بقى الجمهور كمان بيهتف لكم مع كل هجمه. بعض المباريات بالظبط بالظبط. يمكن الحمد لله ادائنا هناك انعكس على الجمهور. ما كناش متوقعين طبعا منتخب عربي يجي يكسب امريكا وفنلندا ويعمل النتائج الهائله ديت، يمكن كان بالنسبه لهم ظاهره. فيمكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نعمل حاجه ونشرف بلدنا. وده كان اتجاه للجهاز الفني والكابتن شوقي غريب في الوقت ده، انه عايزكم تلعبوا كوره ممتعه وكوره هجوميه. بالظبط. لا احنا كان يعني زي ما قلت لحضرتك احنا كان ادائنا وطريقتنا ان انا بلعب على المكسب، بلعب كوره على الارض. كابتن شغرب عمره ما جه في ماتش او ايا إن كان انت بتلعب مين، عمره ما جه قال لك انا هلعب دفاعي او ان انا هلعب. كان على طول يعني الاستراتيجيه بتاعته تعدي نص الملعب اعمل اللي انت عايزه، تعدي نص الملعب بتاع الخصم اعمل اللي انت عايزه. طب شهادتك النهارده شهاده لها وزنها، تجاربك كلاعب، خبراتك كلاعب في المنتخب او في النادي الاهلي، خصوصا واحد من اللاعبين اللي لعبوا اكبر بطوله في مرحله عمريه معينه، مرحله الشباب، كاس العالم للشباب. رايك ايه في الجدل، كل الجدل المثار عن منتخبنا الوطني ومشاركته في روسيا والشكل والنتائج اللي رجع بيها من البطوله؟ مع الاراء اللي بتهاجم بشده، ولا مع الاراء الوسطيه، ولا مع الاراء اللي بتقول لا ده المنتخب عمل اللي عليه ومش مفروض حد يهاجمه خالص؟ بص احنا عندنا مشكله، والمشكله ديت من البدايه، ودي بقى لها فتره، ان احنا فقدنا عنصر مهم جدا اللي هو الاهتمام بالقاعده اللي تحت. فانت دلوقتي كاس العالم مع احترام لكل الناس، احنا كلنا عدينا له ايه؟ رتبنا لايه؟ انا متهيألي من ساعه ما اخر مباراه كانت في القاهره هنا اللي احنا كسبناها 2-0 2-1 كونغو، من بعدها لما ضمننا ان احنا خلاص دخلنا كاس العالم،
انا ما كنتش شايف مؤشرات تنظيميه المنتخب الفتره اللي جايه هيعمل ايه. ده بمنتهى الامانه. فيمكن حسيت ان الكل حس انه نجح خلاص، بس خلاص احنا حققنا اللي احنا عايزينه، مبقاش في حافز واحنا رايحين. بالظبط، احنا حققنا اللي احنا عايزينه. زائد ان كانت في اقوال بتطلع لا احنا المجموعه بتاعتنا سهله، المجموعه بتاعتنا لا احنا هنوصل للدور اللي بعديه. فدي كلها خلي بالك ضغوطات كبيره جدا على المنتخب. زائد اللي انا بقول لحضرتك عليه ان المنتخب في الفتره اللي كانت بين التاهل والبطوله متهيألي احنا ما يعني المنتخب ما اتجمعش غير الفتره بتاعه الماتشات الوديه بتاعه. طب الماتشات الوديه لما تابعت مبارياتنا امام فرق كبيره، لعبنا بلجيكا، لعبنا البرتغال، لعبنا اليونان، يعني اقل منهم طبعا نسبيا ولكن فريق اوروبي، في النهايه كنت مطمئن لان كان في اعلاميين رياضيين بيقولوا ان احنا المباريات دي اظهرت ان عندنا خبرات في التعامل مع فرق كبيره، بيقولوا ان احنا اطمنا على منتخب بلدنا، بيقولوا ان الدنيا ماشيه كويس وان مؤشراتنا كويسه جدا. ناس تانية كانت قلقانه قلق شديد وبتقول الشكل اللي ادينا بيه في المباريات الوديه ده معناه اننا مش هنحقق اي حاجه في كاس العالم. انت شايفها ازاي؟ لا انا كنت شايفها بصراحه ان لا في صعوبه وان احنا كنا هنعاني في كاس العالم، وما كانش الشكل العام بيوحي ان احنا مقنع ممكن يعني. بالظبط، ان احنا ممكن نروح نحقق حاجه او ان احنا نبقى منافس للمجموعه اللي معانا. لا بالعكس، انا شايف ان المباريات ديت كشفت المنتخب بشكل كبير. احنا يعني انا برضو في نقطه بحاول انا ان المشكله كانت عند اللعيبه بصرف النظر عن الجهاز أو بمعنى ايه او طريقه اللعب. يعني متهيألي حتى لو المدرب بيديك تعليمات بان هو هيلعب بشكل دفاعي، اكيد وانت معاك الكوره المفروض انت كلاعب بتتحول من النزعه اللي هي الدفاعيه للهجوميه خلاص. دي شخصيات لعيبه. لكن انا لا اعلم الضغوطات او الكواليس او الكواليس كانت ايه، لكن انا بتكلم من منطلق لعيب الكوره. يعني احنا في اوقات ممكن المدرب بيبقى عايزني العب خطه دفاعيه او ان انا ابقى عندي يعني الطريقه بتاعتي ان انا مش ما بهاجمش ما بعديش نص الملعب. لكن لا يعني في اوقات وانا معاك كوره لازم اتحرك العب ايجابي على الجول، على مرمى المنافس بقى عايز اروح اجيب جوني. بالظبط، دي يمكن دي حاجه انا واخدها على اللعيبه بصراحه. يعني خاصة ان احنا عندنا الجزء اللي قدام اميز قدرات عندنا كلها لعيبه مهارية. بالظبط، يعني كلها لعيبه مهارية. انا كنت في بعض مواقف في الماتشات واحنا بنتفرج بنقطع الكورة بنبقى رايحين بزيادة عددية عن المدافعين يعني يمكن في كورة مثلا في ماتش اوروجواي ولا روسيا؟ ماتش اوروجواي اتقطعت في نص الملعب، عبد الله السعيد راح يعتبر 3-2 راح فضل معطل الكوره لغايه لما الناس كلها رجعت وبدا يلعب. فبرضه ديت انا مع الناس برضه، ده ممكن يكون فكر المدرب اللي موصله للعيبه، فاللعيب خلاص هو اتطبع على كده. بس في فرص بقى بتكون موجوده في الماتش. بالظبط، يعني لما تبقى في فرص زي كده لا انا العب لان عمر ما الجهاز هيلومك لو رحت جبت جون، لو انت بتنفذ له اللي هو عايزه بس جات لك فرصه وحرزت هدف. بالظبط، لا يمكن الجهاز هيكون غضبان منك. بالظبط، فيمكن ديت برضو من الحاجات اللي انا كانت ملاحظات على اللعيبه نفسها في الفتره دي. طبعا كانت في حاجات كتير قوي انا شايف ان هي اثرت بشكل سلبي على الاجواء وانت في المعسكر نفسه. الاعلام بشكل كبير ما قدرش يتعامل مع الحدث باحترافيه. يمكن انا وانا قاعد في مصر هنا بتابع الاخبار حاسس ان المعسكر مفتوح، ده مش معسكر مغلق. ان التركيز فيك او كان في تدخلات بالزبط. كتير قوي ممكن تؤثر على تركيز اللاعبين في فتره. بالظبط، يمكن متهيألي لو كانت اتعمل بشكل منظم اكتر من كده او كان ساعد اللاعبين على انهم يأدوا بشكل افضل. بالظبط، المنتخب اتقفل عليه بشكل كبير، متهيألي برضه كان الموضوع كان هيختلف. طيب، نجاحك مع جيلك جيل متميز جدا من زملائك في الفتره دي كان تحت قياده مدير فني مصري كابتن شوقي غريب، تجربة الكابتن الجوهري رحمه الله في كاس العالم، نتائج مع الفرق ومع المجموعة اللي كنا فيها أكيد أفضل من تجربة كوبر.
ايضا نجاحات الكابتن حسن شحاته على المستوى الدولي مش بس كاس الامم، المشاركه امام البرازيل وايطاليا ونجاحاته في كاس العالم للقارات اكيد افضل من نتائج كوبر طبعا. وبالرغم من كل ده احنا بنتكلم حاليا عن مدير فني اجنبي، هل انت شايف مدير فني اجنبي افضل ولا المصري وليه بصراحه؟ احنا عندنا مشكله هنا في مصر ان انت لما بتيجي تجيب مدرب مصري ما بتقدرش تديله كل الصلاحيات، دي مشكله، ما بتعاملوش زي ما بتعاملوش زي الاجنبي حتى في الامكانيات في المعسكرات في كل حاجه حتى في مرتبه، ما بتقدرش ان انت تديله الثقه ان هو يشتغل وان انت تسنده بشكل كبير. فديت هي انا في رايي دي بتعطل المدير الفني المصري وكل الناس اللي بتشتغل لما بتيجي تمسك بتعاني بشكل كبير جدا في معسكراتها في اللي بيتوفر لها المباريات الوديه. يعني رايك انه الاجهزه الفنيه المصريه دايما للمنتخبات مش بتحظى بنفس الامتيازات اللي الاتحادات بتديها للمدير الفني لو كان اجنبي او للجهاز الفني بالظبط؟ فيمكن ده هو اللي بيعطل المدير الفني المصري في ان هو الراجل لكن يشتغل. عندك قناعه انه افضل للمنتخب الوطني؟ هو مش الموضوع مش الافضل، هو طبعا الخبرات احنا محتاجين ان احنا ناخد الخبرات من مدربين اجانب، تقدر تساعدنا ان احنا نطور في الكره المصريه. لكن احنا بنتكلم على مرحله، المرحله ديت يمكن انا شايف ان المدير الفني المصري هيبقى اكتر انسب للفتره دي بالظبط، اكتر واحد يعني شايف اللعيبه طيب وحافظ اللعيبه. خلينا ننتقل من ملف المنتخب شويه لو الوقت اتسع، هنرجع معاك نكمل كلامنا عن القضيه دي وعن رايك في افضل استعداد ممكن قبل نهايه كاس الامم القادمه ومشوارنا في التصفيات وازاي نتدارك الاخطاء او نركز ومنتخبنا يقف على رجليه بسرعه مره ثانيه. لكن هنرجع نتكلم في المقام الاول طبعا عايزين تجربتك مع النادي الاهلي، قراءتك للبطوله الافريقيه وفرص الاهلي فيها بعد الفوز في المباراه السابقه على تاونشيب بطل بوتسوانا، وهنسمع رايك طبعا في الشكل اللي ظهر عليه الفريق في اول مباراه له مباراه رسميه تحت قياده كارتيرون. خلينا نشوف معاك ومع مشاهدينا هذا التقرير بعض الاراء بنسمعها عن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. عجبني مستر كارتيرون هدوءه وقاري الماتش وبعدين مش مستعجل، ودي كانت حاجه كويسه جدا، مش منرفز اللعيبه اول ماتش في المباريات الرسميه، فكان طبعا شيء طبيعي اللياقه البدنيه ما كانتش لسه ارتفعت طبعا بالشكل المعتاد، كان هادي وكان واثق، ده انعكس على اللعيبه، تغييراته رائعه ما شاء الله، يعني حتى نزل اسلام محارب ونزل ميدو جابر الاثنين عملوا صنعوا الفارق، فانا متفائل بيه، هادي في انسجام ما بينه وبين الجهاز الفني انعكس اثره على احنا كجماهير، يعني خدنا الثقه وتفائلنا ان شاء الله، رغم ان شاء الله الدوري السنه الجايه هيبقى قوي جدا، لكن احنا متفائلين بمجلس الاداره، كان عنده اصرار ان هو يختار مدرب ليه خبرات في الدوري المصري ليه خبرات في الدوري الافريقي، فهو انسجم، هو ده الاهلي، مفيش حاجه بتوقفه، يعني ان شاء الله مجلس اداره متعاون، جمهور وراه في اي مكان وفي اي محنه احنا وراه، يا فما يخافش الاهلي ان شاء الله. وهنقيمه من 10 هياخد 9 من 10 او 9.5 من 10. تكتيك صح، بيتهيألي مفيش تغيير، ما عملش الدور اللي عليه، اسلام محارب نزل هدف، وليد ازارو عمل الفارق وعمل صنع هدفين، ميدو جابر كان سبب في ضربه الجزاء اللي علي معلول حطها جون، كل التغييرات كانت فعلا يعني تغييرات في محلها، وتكتيكيا الاهلي شكله احسن بكتير كمان. الاداء موفق الحمد لله، وربنا يسهل ان الاهلي يكون الاداء بتاعه افضل في الماتشات الافريقيه ان شاء الله. بالنسبه للمباراه اداء كويس، يعني ما اقدرش احكم عليه مدرب من اول مباراه، بس ده مبشره ان شاء الله يبقى الجاي احسن، وتغييراته كل تقريبا اسلام محارب نزل جاب جون، فتغييراته مبشره بالخير ان شاء الله. بشاي خير، يعني هو الراجل بدا وبدايه حسنه، بتبشر ايه نزيل خير ان شاء الله، لكن مش حكم، هو ان شاء الله يبقى اضافه للفريق، والفريق والاهلي هو جاي الاهلي، يعني جاي الاهلي فرقه اساسا، هو هيبقى اضافه ان شاء الله للاهلي، وان شاء الله يبقى اداؤه كويس باذن الله.
الكابتن ابو المجد مصطفى، تعليقك على اراء الجماهير اللي سمعناها عن رايهم في المباراه اللي فاتت وعن شغل الجهاز الفني في اول ظهور رسمي للفريق. يعني انا شايف ان الناس واعيه بشكل كبير جدا، حاسين ان في فرق، حاسين ان في فعلا هدوء بين اللعيبه وبين الجهاز الفني. الدنيا ماشيه بشكل كويس. يمكن انا شايف ان الحاجه اللي نجح فيها المدير الفني ان هو ساب الانطباع الاولاني ليه في مصر هنا بشكل كويس، بمكسب، باداء يعني فوق المتوسط للفريق، فيمكن دوت نجح فيه بشكل كبير جدا. زي ما الناس قالت ان في فعلا هدوء في طريقه حتى اللعب. يمكن اللعيبه داخل الملعب ما كانتش مستعجله على المكسب، بالعكس احنا يمكن الجول جه متاخر، الجول الاولاني جه متاخر، ما جاش في بدايه المباراه. فيمكن ديت من الحاجات اللي هي بينت ان المدرب عايز ينفذ حاجه معينه، او هو فعلا متكلم في حاجه معينه او اشتغل على حاجه معينه مع اللعيبه. فيمكن ديت شايف ان هي اللعيبه اشتغلت بشكل جيد مع اول مباراه لي، وبرده كمكسب يخليه يرجع ان شاء الله في المنافسه. ويبقى يعني داخل الفريق طبعا بحاله افضل شويه او اكثر اطمئنانا مقارنه بالفتره اللي فاتت اللي كان عندنا فيها نقطه واحده في المجموعه. طيب هل نقدر نبني على او قياسا على المباراه اللي فاتت نتكلم عن المباراه الجايه ان شاء الله يوم السبت في على ملعب بطل بوتسوانا، ولا حسابات المباراه خارج ملعبنا وسط جماهير المنافس اصعب؟ يعني يمكن انا شايف ان النادي الاهلي متعود طبعا ان هو على الظروف الصعبه ديت او على المواقف اللي بتبقى فيها مشكله شويه في المنافسه او في الترتيب او في اي حاجه بتعرض ليها. انا عندي ثقه كبيره جدا ان اللعيبه بتقدر تتعامل مع المواقف ديت بشكل كبير. المباراه تبقى صعبه، لكن مكسبك هنا او ان انت ترجع على نفس الفرقه وانت كسبان، متهيألي ديت برضه بتخليك بتديك ثقه كبيره جدا. ايا كان بقى انت تلعب على ملعبها او ان انت تلعب برضه في الاجواء خارج ملعبك، متهيألي المكسب ده كان مهم جدا في البدايه. ده هيساعدك ان شاء الله ان انت المباراه هتروح تلعب وانت برضه مش عامل حساب الفرقه قوي. الفرقه انت لعبتها وكسبتها وعارف نقط الضعف بتاعتها ونقط القوه، فدي متهيألي هتديك اريحيه شويه. طيب كل موسم بالنسبه لفرق البطوله في العالم بدرجه ما بتحصل لخبطه اوراق شويه في بدايه الموسم، ناس بترجع، تعاقدات جديده، ناس بتتباع او تنتقل بشكل نهائي، واعارات الى خارج او داخل النادي. بنوصل لمجموعه استقرينا عليها في الاخر، شايف المجموعه الحاليه اللي بتبدا الموسم ده في الاهلي ازاي؟ هل هي مجموعه قويه متكامله ولا محتاجه عناصر ثانيه ممكن تضيف لها في الفتره الجايه؟ بص، هو بالنسبه برضو الحاجه الايجابيه اللي المدرب عملها ان هو ما غيرش في الفرقه كتير. يمكن دي تقريبا معظم الناس اللي لعبت المباراه اللي فاتت هي اللي كانت بتلعب الفترات اللي فاتت على طول، فيمكن ديت خلت يبقى في ثبات وخلت يبقى شكل الفرقه متماسك. فدي من الحاجات اللي هو قدر يشتغل عليها بشكل كبير. ومن الحاجات برضو اللي هي ما استعجلش فيها ان هو مش عايز يدخل حتى الصفقات الجديده او الناس اللي كانت بعيده عن اللعب في ظروف صعبه زي كده. يعني احنا محتاجين طبعا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يخش في المنافسه ويعدي الدور ده ودور المجموعات وان شاء الله يتاهل للدور اللي بعده. فيمكن هو حسبها حسابيا بشكل هايل. انا بصراحه شايف ان هو اتعامل بشكل جيد جدا، ان هو ما حاولش ان هو يدي للناس الجديده او الناس اللي بعيد عن المباريات في التوقيت دوت. فحتى انه بيغير في اضيق حدود، بادئ قريب قوي من تشكيلنا الموسم اللي فات بالظبط. حتى التغييرات اللي تمت يمكن برضو كانت تقريبا التغييرات اللي كان متعودين ان هي بتنزل، ويمكن كان يعني رؤيته حتى في التغييرات كانت ناجحه لحد ما، فرقت مع الفرقه ضرب الجزاء وجول. فيمكن
يمكن انا شايف ان الناس حتى اللي دخلت اضافت للفرقه. يعني ابو المجد مصطفى لاعب كان ممكن يعتمد عليه، قدراته كانت بتخلي الاجهزه الفنيه تقدر تعتمد عليه في اكتر من مركز، لكن كان دايما مركزك الاساسي باك رايت ظهير ايمن او لاعب وسط ناحيه اليمين، بتكمل لو بتكمل الجانب الهجومي او بتلعب اقرب للمنطقه الهجوميه حسب طبيعه المباراه والمنافس. مين في المركز ده في منطقه الهجوم من اليمين او في مركز الباك رايت المقنع قوي لابو المجد مصطفى خلال السنوات اللي فاتت وبعد ابتعادك عن الفريق الاول في النادي الاهلي؟ يمكن الفترة اللي فاتت ما كانش حد موجود بشكل كبير في المكان، يمكن كان حتى الناس اللي كانت بتيجي تلعب في المكان دوت، يعني احنا الاول كان في كابتن ابراهيم حسن مثلا، كان في ناحية الشمال مثلا كابتن سعيد عبد العزيز مثلا، فكنت بتلاقي في كل مركز ناس حفرة المكان، عندها خبرة كبيرة، عندها الخبرة في المكان. يمكن الفترات اللي بعد كده لما دخلت اللعيبه بدا يبقى في تطوير شويه، بدا يبقى اللعيبه كلها اللي موجوده بتقدر تلعب في كذا مركز، فانت ما كنتش تقدر. حتى محمد هاني لما بدا يلعب في المركز دوت هو في البدايه ما كانش مركزه الاساسي بالظبط، لكن استمر فيه واشتغل فيه ماشي فيه كويس. حتى الفترات الاخيره كان كابتن حسام استغله في حته المساك او ليه بقى في ندره في عدد من المراكز لدرجه ان الاجهزه الفنيه بتحتاج كتير تغير لاعب، تاخده من الهاف ديفندر او لاعب الوسط المدافع او مساك تحوله الباك ليفت او باك رايت، بقى في دايما في المركزين دول نقص في اللعيبه المميزه فيه؟ ما انا قلت لك في البدايه احنا المشكله ان احنا ما بنتعاملش، عندنا قصور في القاعده تحت، يعني ولا انت عندك ناس مؤهله ان هي تشتغل او ان هي تطلع لك افضل ناشئ بالظبط، زائد عندك الناس الناشئين او اللاعب نفسه بيطلع غير يعني مش متاسس بشكل كبير، انت بتعتمد على موهبته لكن ما بتطورهاش، فلما بيوصل الفريق الاول ممكن بالزبط. يتصدم والجهاز يتصدم فيه انه الفرق في ناس كتيره جدا دلوقتي بتطلع وهي في الناشئين بتبقى مميزه، لكن لما بتيجي تبدا تشتغل معاهم على حاجه معينه بتواجه صعوبه جدا ان الولد مش بدني ولا فني اكتر؟ فني وبدني الاتنين. يعني الاثنين، يعني المشكله ان انت بتلاقيه اولا هو مش متاسس بدني كويس، فبتبدا تشتغل على النقطه ديت، فبتعاني وبتاخد وقت كبير جدا ان الولد لو مش جاهز بدني مش هيقدر ينفذ لك اللي عايز تنفذه الجانب الفني بشكل كبير. زائد كمان لما بتيجي تبدا تخش تديله شغل او تطوير معين في الجانب الفني او في مركزه او هو مش متعود على كده، هو ما خدش ما حفظش الحاجات دي، فمستغربك جدا بقى لما وصل الفريق الاول بعيد عن تكليفاتك مش مستوعبها بالظبط. فانت المشكله ان انت احنا الناس اللي بتشتغل في الفريق الاول بتعاني ان انا الطبيعي اللي بيطلع لي او اللاعب اللي هو بيجي يلعب في الفريق الاول انا بحاول اشتغل على التطوير لمهارته او شغله، ببدا اطوره، ببدا اخليه يشتغل على الفكر اللي انا عايز اشتغل عليه، فانا ببقى محتاج لعيب جاهز. لكن المشكله ان معظم المدربين دلوقتي لا ده بيتحفظ لسه من اول وجديد، حتى على مستوى منتخبنا الوطني المنتخب الاول الباك رايت الاساسي اللي هو الاكثر مشاركه في المركز ده وافضلهم خلال الفتره اللي فاتت احمد فتحي مش مركزه الاساسي بالزبط. يعني بداوا يستعينوا بيه في المركز ده وهو كان بيلعب من بدايه، بس خلاص احمد فتحي خلاص تقريبا خد خبره كبيره تقريبا من بدايه ما جه النادي الاهلي وهو خلاص، لكن في بداياته كان لاعب بيلعب في الهاف ديفندر واستعانوا بيه في بعض الفترات كمساك. يعني احنا عندنا ندره بجد في المركزين دول الباك رايت والباك ليفت، محتاجين نشتغل عليهم من الناشئين او من فرق الشباب. المشكله ان انت محتاج تشتغل على كل المراكز مش المركزين دول بس، يعني انت عندك مشكله في الديفندرات، عندك مشكله في الفراوده، انت ما عندكش مهاجمين، منتخب مصر راح كاس العالم مع احترامي بدون مهاجمين، طب فين الناس ديت؟ فانت عندك عندك مشكله في جميع المراكز، فهي الفكره لازم يبقى في قاعده نقدر نشتغل عليها. يا جماعه الموضوع والله العظيم مش 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 صعب، بس هي الفكره كلها في النظام، الفكره كلها ان انت خلي بالك معظم الجيل اللي طالع من المدربين هايلين، ناس عندهم خبرات وعندهم وبيحاولوا ان هم يثقفوا نفسيهم وبيحاولوا ان هم يطوروا نفسيهم، بس المشكله ان احنا محتاجين حد يبقى موجهنا لحاجه حاجه عاليه. كلامك مهم وجاي في توقيت، يعني بكره في اجتماع بين كابتن محمود الخطيب والاجهزه الفنيه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ايه اللي تتمنى النادي يبدا ياكد عليه في توجيهاته
وفي خطط عمله اللي بيطلبها واللي بيبدا يشتغل عليها كل جهاز فني في مرحلته العمريه. قطاع الناشئين محتاجين نشتغل على ايه ونركز على ايه الفتره الجايه؟ طب يعني انا في البدايه أنا بحيي طبعا النادي الاهلي وبحيي كابتن محمود خطيب على الاهتمام بالقطاع طبعا، ويمكن كابتن محمود طبعا اكيد عارف ان لو انت ما عندكش قاعده قويه من تحت هتلاقي ده مؤثر على الفريق قوي، مش هتلاقي عناصر تكمل لك مستقبل بالظبط. يمكن طبعا الحاجات المهمه جدا اللي انا لازم اشوفها المدرب لازم يشتغل على الاساسيات للاعب كره القدم. ابدا الاول اسسه صح، هتلاقيه بعد كده وهو شغال معاك اي حاجه انت بتديها له في التطوير بيستجيب ليها. لكن انا ممكن ابني من فوق على الجانب المهاري والجانب الخططي، لكن في الجانب البدني او الجانب التعليمي انا بعديه. فلا انا عايز ابدا البدايه من تحت، ان انا اخطط للفرقه او للعيبه بتاعتي، اشوف ايه الناقص اللي عندها، اشوف اللعيبه اللي عندي المميزه. من كام سنه ده بيبتدي ومهم ان ابدا اعلم اللاعب الجوانب الخططيه والتحرك في الملعب ويحفظ مساحات الملعب ازاي ويحفظ تكليفات الفنيه ازاي بدرجه طبعا في كل مرحله، بس المرحله اللي بتعمل فرق بجد لو اللعيب ما اتعلمش فيها كويس بتعمل دروب بقى عنده طبعا. هي بتبدا من بدايه 14-15 سنه، لكن انت عندك بدايه التاسيس بتاعتك لازم من سن البراعم اللي هو من 2010 2009 2008 كل الاعمار ديت لازم تبدا تشتغل معاهم على الاساسيات كره القدم، الحاجات اللي هو طريقه الجري بالكوره، الاستلام، الباص، كل الحاجات الاساسيه اللي هو يقدر لما تيجي تشتغل عليه بقى في الخططي او بوزيشن او كده يبدا هو الحاجات دي اوريدي يبدا يتعامل معاك بسهوله. لكن انت لا يمكن هتيجي تلاعب لعيب او ان انت تبدا تدي الحاجه للعيب بوزيشن معين او تشتغل عليه خططي وهو في البدايه الاساسيات عنده لا لسه 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 بعيد. طيب هرجع للبطوله الافريقيه ونتكلم شويه عن توقعاتك، هل شايف ان احنا قادرين ان شاء الله نعوض النقط اللي خسرناها في الفتره اللي فاتت، وان بدايه انطلاقتنا والفوز 3-0 على تاونشيب ممكن نكمله في المباريات اللي جايه ونبدا ننافس على البطوله او نرجع بقوه بعد ما الموقف بقى صعب قوي؟ يعني انا شايف ان التوقف اللي حصل بتاع الفتره بتاعت كاس العالم ديت يمكن دي فادت النادي الاهلي في بشكل كبير جدا. شايف الامور مش صعبه، حسابيا الامور ممكن تبقى بعيده شويه، لكن انا شايف ان النادي الاهلي اتعرض للمواقف ديت قبل كده كتير. مكسبنا الماتش الجاي ده مهم جدا، يمكن ده هيبقى نقطه تحول هيخليك تدخل بشكل قوي جدا في المجموعه. فانا متهيألي ان الموضوع مش هيبقى صعب. لو الاهلي اعتقد انه هيلعب المباراه دي زي المباراه اللي لعبها هنا في برج العرب بالظبط بالظبط. ما انا بقول لحضرتك غير يعني حسابات بقى انا بلعب على ارض المنافس. لا ما انا بقول لحضرتك هي الميزه ان انت الحمد لله كسبت الفرقه هنا في القاهره، فانت عرفت النقط الضعف والنقط القوه بتاعتها، فانت هتروح برضو على فرقه مش غريبه عليك. المكسب دوت الطبيعي ان هو حاجه جبالي تقدر تستغلها هناك. ممكن هناك الفرقه هنا انت كسبتها والفرقه عامله زون ديفنس وبتدافع ومقفله المساحات، انت هناك ممكن تلاقي الموضوع مختلف، ما تلاقي مساحات. ثلاث نقط اللي جايين دول كلامك معناه ان هم من وجهه نظرك اخطر ثلاث نقط بالظبط. لا 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 هينقلوك بشكل كبير جدا، هيدخلوك في الجو المنافسه وهيدخلوك في الثبات بقى الصداره بالظبط، هتبقى قريب من الترتيب. فلا هتخليك ان انت تبقى حاجه هايله، يعني هتنقلك نقله محترمه. طيب هنتوقف معاك مرة تانية ومع مشاهدينا لمتابعة التقرير التالي، هنشوف مع حضراتكم تقرير عن كأس السوبر. الموسم الماضي أمام فريق المصري البورسعيدي وفوز النادي الأهلي وطبعا حرصه على الإبقاء على هذا اللقب، النادي الأهلي الأكثر فوزا.
بهذه البطولات بكل البطولات اللي بياخدها مقارنة بأي منافس بيدخل في الحسابات في بعض الفترات أو في سنة من السنوات أو موسم من المواسم. لكن النادي الأهلي رصيده بيزداد دايما وحريص على زيادة هذا الرصيد على كافة المستويات المحلية والأفريقية والدولية. هنتكلم شوية عن وليد أزارو مرة تانية مع الكابتن أبو المجد مصطفى، لأن التقرير طبعا ركز على قدرات وليد أزارو حتى الهدف اللي حسم كأس السوبر في الموسم الماضي. وليد أزارو وكل ما أثير حوله من جدل، رأيك إيه في مستواه وتأثيره كواحد من أبرز العناصر وأكثرها تأثيرا في النادي الأهلي حاليا؟ يعني أنا من الناس اللي كانت مقتنعة بقدراته من البداية. يمكن كان معظم الناس بتتكلم إن لا ده بعيد، ده بيضيع، ده بيضيع حاجات سهله، مش هيقدر يكمل مع النادي الاهلي. يمكن انا كنت في الفتره دي شايف ان الفرويد اللي بيوصل كتير جدا للمرمى ومش موفق ان هو يحرز اهداف، اكيد في فترات هتيجي الامور تبدا معدل الأمور بقى اهداف الامور هتبدا تفتح معاه بشكل كويس. وده اللي حصل. يمكن مع اول هدف احرزه من بعديها الدنيا مشيت معاه بشكل كويس. لعيب مهم جدا. انا شايف ان هو فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. من الفراوده اللي هي بتخلق كمان مساحات للعيبه اللي جايه من تحت. عنده سرعات وطريقه لعبه كمان، قدراته ممكن تخلق الفرصه او يعمل فرصه لنفسه في الملعب. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك يعني هو عنده امكانيات الفرويد السريع، ودي ده 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 دي فرقه دي حاجه بنحتاج لها احنا كمدربين، يبقى عندك فرويد سريع ان انت بتقدر تحتاجه او تستغله في 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 مساحات الملعب، او لما بتلعب فرق عندها الديفنس بطيء او كده بتقدر بيقدر يفيدك بشكل كبير جدا، وبيبقى وصوله للجون بيبقى سهل بشكل كبير. لكن انا شايف ان هو من الصفقات طبعا الناجحه للنادي الاهلي. شايف استمراره ان شاء الله السنه دي مع النادي الاهلي هيفرق بشكل كبير جدا. يعني المر لو هو مشي باذن الله بالشكل دوت، متهيألي هيحقق انجاز اكتر من اللي حققه السنه اللي فاتت ان شاء الله. كابتن ابو المجد، انطلاقه الاهلي في الدوري المصري هتكون بمباراتين جماهيريتين، الاسبوع الاول بالنسبه للاهلي والاسبوع الثاني اولى لقاءاته مع الاسماعيلي ثم مع المصري. وكمان المنافسه، ناس بتقول انه مش بس المنافسه التقليديه بين الانديه اللي دايما بتنافس على اللقب او على المراكز القريبه من القمه، المربع الذهبي في الدوري او في ترتيب وجدول الدوري، لكن بيقال من البعض كمان عنده وجهه نظر ان وجود كيانات جديده بتمويل ضخم وقدرتها على التعاقد مع صفقات ودعم الفريق بشكل جيد ماليا هيدخل اسماء جديده على حسابات التفوق في الجدول او المنافسه على صداره الدوري. شايف الدوري الموسم ده ازاي؟ يعني في البدايه انا شايف ان الناس ما تحاولش ان هي تمشي ورا الخطا ورا الغلط. بمعنى في نادي عامل طفره دلوقتي وبيدفع مبالغ ضخمه او ميزانيات ضخمه وعامل فرقه كويسه. الناس شايفه في المجمل طبعا انها جيده، يعني فرقة جيدة. ممكن تكون من الفرق، لكن انا شايف ممكن يبقى دوت عبء على الفرقه. لما يبقى عندك كم النجوم ديت في فرقه واحده ممكن ما تقدرش تنجح بيهم، او ما يبقوش عندهم حاله تجانس في الملعب او تناغم، يعني في مشكلات كتيره لسه. بالظبط، انا يعني المشكله كمان ان انت عندك نجوم كتيره جدا في الفرقه، فانت مطالب ان الناس دي لازم تلعب. انا كراجل نجم كنت بلعب في نادي الاهلي او بلعب في نادي الزمالك ورحت الفرقه ديت، لو ما لعبتش هعمل مشكله، هتبقى سبب مشكله، هتبقى بتسال طول الوقت. بالظبط، فده هيبقى عبء او ضغوطات على الفرقه. فدوت انا شايف ان دوت الفرقه بالشكل دوت ده بيبقى عامل مش ايجابي. يعني لازم يبقى عندك التنوع وعندك الخبرات التعامل مع كم كبير من النجوم، خبرات الثقافه بتاعه الفوز في كل مباراه. ان طبعا التمويل عامل مهم جدا، لكن مع عوامل ثانيه للنجاح. بس التمويل مبالغ فيه بشكل كبير جدا. طبيعتنا احنا كلاعيبه مصريه مع الارقام اللي بتدفع ديت ممكن ما بيبقاش خلاص، انت بتقتل كل حاجه عنده الطموحات. قصدك ان اللاعب لما بيتعاقد ويحصل على مبلغ ضخم او مبالغ فيه بالشكل ده
مش هيقدم لك حاجه، طموحاته الدوافع اللي عنده ممكن انتهت، او ان الحافز خلاص كده بالظبط. فيمكن برضو مش هم مش هنقيم التجربه قبل ما تبدا تمام. احنا بنقول انها جزء من الاسماء اللي بيشار اليها انها ممكن تخلي كمان في حسابات جديده لبعض الاسماء الجديده اللي تدخل في حسابات المنافسه تمام. في الدوري المصري طبعا يعني حسابيا الامور مش هتكون من الفرق طبعا اللي هتخش في جو المنافسه طبعا. بدايه النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي طبعا هتكون بدايه قويه جدا. يمكن انا شايف برضو النادي الاهلي الايجابيه ليه ان هو هيكون داخل الدوري وهو يعتبر جاهز فنيا بشكل كبير جدا. هيكون النادي الاهلي طبعا لاعب مباراه افريقيا، يمكن النادي الاسماعيلي مباراه رسميه، نادي الاسماعيلي ما لعبش مباراه رسميه بقاله فتره، فيمكن ديت ممكن يبقى النقطة الفنية لصالح الاهلي في المباراة. طبعا النادي الاهلي هيبقى داخل، نتمنى طبعا يعني نتمنى الاهلي يكون افضل في المباراة طبعًا. لكن ما نقدرش ننسى كمان اسماعيلي عنده حساباته، فريق له طبعًا. جمهوره فريق له تاريخه وخبراته، هو عاملين فرقه السنه دي فرقه كويسه قوي، وعامل الموسم اللي فات كان متصدر لعدد كبير من الاسابيع كمان بالظبط. فيمكن لا انا بتكلم طبعا على جاهزيه اللعيبه طبعا. المباريات الرسميه مختلفه تماما عن اي مباراه وديه انت بتلعبها أكيد. الجو نفسه بيبقى مختلف، احنا بنقول نفس المباريات. النادي الاهلي طبعا دي نقطه زي ما حضرتك قلت ان هي في صالح النادي الاهلي، دي ممكن تبقى عبء شويه على نادي الاسماعيلي. النادي الاهلي هيبقى اكتر جاهزيه لانه لعب اكتر من مباراه رسميه، فيمكن ديت ان شاء الله دي ممكن تبقى ان شاء الله حاجه ايجابيه للنادي الاهلي في المباراه في بدايه الدوري او الستارت بتاعه. طبعا محتاجين طبعا الستارت بتاعنا الاهلي لازم يبقى قوي. المكسب بيفرق كتير جدا في البدايات زي ما حضرتك قلت، لما بيبقى عندك فرق المنافسه بتبقى كتير، طول ما انت بتاخد الستارت بتاعك في البدايه مكسب، الفرق ممكن زي ما بنقول بنوقع بعض او بتوقع بقيه الفرق، فهتلاقي اللي بيكسب في البدايه بيفضل ماشي طول الدوري بشكل قوي. طيب اخيرا متوقع قبل ما نتكلم عنك بقى في سؤال اخير عن تجربتك في التدريب اللي بداتها مع الشرقيه للدخان، متوقع بس مقارنه بالموسم اللي فات يبقى الموسم ده اقوى، منافسه فيه اصعب، ولا يبقى مشابه بشكل او اخر للموسم اللي فات؟ يعني بشكل اللي احنا شايفينه او بالارقام اللي بتتقال او بالفرق اللي اتعملت، لا متهيألي ان البطوله السنه دي هتبقى اقوى، اصعب اقوى واصعب، متهيألي هتبقى اقوى، ينقصها بس الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله نوصل للهدف ده ونحققه، وعوده الجماهير مره ثانيه لانها طبعا بتدي المباريات طعم ثاني خالص. واعتقد انتوا كلاعبين بتتاثروا جدا طبعا مهما كانت مباراه مهمه وجماهيريه، لو المدرجات فاضيه او فيها عدد قليل ما اعتقدش انكم بتادوا بنفس المستوى. طبعا هتلاقي الدوري نفسه مختلف، هتلاقي الشكل حتى انت لما بتعمل سلعه محتاج تسوقها، فبتسوقها للناس، فانت لازم الناس تبقى موجوده. فاكر ده في مشوارك كلاعب في مباراه، فاكر ان قدرتوا تكسبوها، كان الماتش صعب عليكم او ما كنتوش في احسن حالاتكم، الجمهور صحكم في الماتش ده وخلى ادائكم يعلى او يرجع المعدل الطبيعي، او مباريات كنت فاكر ان الجمهور فيها كان له دور حاسم في مشوارك كلاعب؟ يعني مباريات كتيره جدا طبعا الجمهور بيقف مع الفرقه بشكل كبير جدا. في اوقات ما بيبقاش اللعيب فايق بالشكل الكبير، يمكن الناس لما بتهتف له او الناس لما بتشجعه او لما بيحس ان ممكن ترجع في الملعب، بترجع بسهوله جدا. يمكن ده احنا تعرضنا له حتى في مباراه ريال مدريد، لما نزلنا لقينا 120,000 متفرج موجودين في الملعب، فده لا ده خلى في ثقه كبيره جدا. عملتوا مباراه معجزه بالظبط، ده خلى في ثقه كبيره جدا للعيبه داخل الملعب، نساك انت بتلعب مين. الحمد لله حتى مع احترامنا لكل الناس اللي قالت ريال مدريد كان بيلعب المباراه دي مباراه استعراضيه او احتفاليه امام النادي الاهلي، لكن بكل الحسابات بكم النجوم اللي كان قدامكم في الملعب، فريق دايما عنده اكبر ترسانه لاعبين، اكبر مجموعه من النجوم، اسعار في العالم عملت جدا وفوز طبعا خارج الحسابات وخارج التوقعات يعني. هنتكلم في سؤال اخير عن مشوارك، بدات مشوارك في التدريب، هل هتكمل في الاتجاه ده، وهل سعيد بتجربتك اللي بدات مع الشرقيه للدخان ولا لا؟ يعني طبعا اكيد انا سعيد جدا بالتجربه ديت، مهم جدا ان الواحد ما يبعدش عن الكوره. يمكن بعد ما بطلت انا دخلت في
في التدريب عن طريق الشغل في الأكاديميات أو الشغل في مع البرامج والناشئين. وده دي مرحلة مهمة جدا بتدي للمدرب أو بتعلم المدرب الصبر وانت ازاي تقدر تتعامل مع السن الأصعب. فدي بتسهل عليك طول ما انت بتطلع من مرحلة لمرحلة. المرحلة دي بتسهل عليك جدا. لازم تتدرب على طبعا على الأصعب. طبعا التجربة بتاعتي مع الدخان يمكن انا في البداية انا نشين الدخان. الحمد لله الناس هناك ناس محترمة جدا. ناس يعني ماشيه بنفس المبادئ بتاع النادي الاهلي بنفس واكيد لك مكانتك هناك دلوقتي بعد النجاح اللي حققته لما خرجت من الشرقيه للدخان، نجاحك كلاعب دولي، نجاحك مع النادي الاهلي. بالظبط، يعني الناس هناك بتحفظ على او بتحافظ على التاريخ دوت او الحاجه ديت. يمكن وجود رئيس الشركه الحالي راجل لاعب كوره ومهتم جدا بالرياضه، استاذ محمد عثمان، ده يعني ده من الناس اللي الواحد بيفتخر بيهم في شارع الدخان. الراجل بيهتم بشكل كبير جدا بالرياضه وبفرق الكوره خصيصا في النادي. بيدي كل الدعم لفرقه الكوره طبعا حلمه او بيسعى طبعا المشاركه في الدوري الممتاز. وده هدفنا ان شاء الله السنه دي ان احنا نصعد من الدرجه اللي فيها النادي ديت. ده مش ترتيب النادي او مش ده المكان الطبيعي للنادي. المكان الطبيعي ان هو ان شاء الله باذن الله يصعد الدوري الممتاز. موفقين في تجربتكم ان شاء الله، ونتمنى كمان انك توفق واستمرار لنجاحك في مشوارك كمدرب وضمن الجهاز الفني لفريق الشرقيه للدخان. سعداء بوجودك معنا النهارده، انا سعيد جدا بحضرتك والنادي الاهلي سابقا كابتن ابو المجد مصطفى. شكرا لك، انا سعيد جدا، ربنا يخليك، وتحياتي لحضرتك وتمنيات النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق باذن الله في المباراه. بشكرك جدا كابتن ابو المجد. شكرا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه، وصلنا لختام هذه الحلقه من حلقات الاهلي في كل مكان. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.